يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا، حلقه جديده ويوم جديد من عيش سعيد، ويا رب دايما مبسوطين وعايشين معانا في عيش سعيد بسعاده بجد. يعني لا قاعدين معانا كده خلاص، اظن ولفنا على بعض يا جماعه وبقينا يعني عيله واحده وبقينا اصحاب واهل، ويا رب دايما كده بندخل بيوتكم وبنونسكم وبنكون كده ضيوف خفيفه على قلوبكم دايما يا رب ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله حلقه النهارده تكون حلوه وتكون لطيفه لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده. ازيك يا سهى؟ يا فيونكاتو انت ماسكه فيونكات، انت بقالك فتره يعني وبعدين بقى انا كتير كل فيونك اروع من اللي قبليها عليا والله مش قادره. في ايه يا استاذه لينا؟ استاذه ميتالك منوره. انا ده رش ده ولا اصلي ولا ايه ده؟ ولا ده بجد؟ لا ده ترند، ده ترند الايام دي، في السيلفر والكولت وكل الكلام ده. انت ضيفه النهارده، ده انت محتاجه بقى تعوزي مع ضيفه النهارده قاعده كبيره عشان يعني السيلفر والجولد والميتاليك مسنفين قالت لي عامله ايه؟ مساء الفل على لينا الاول طبعا هي وفيونكاتها، ومساء الفل على كل الناس اللي بيشوفونا النهارده في حلقه جديده معانا اخبار ومعانا فقرات. والاخبار بتاعت النهارده هنقول فيها موضوع مهم جدا، كابتن ماجد يا جماعه للاسف خلص، انتهى المسلسل بعد مش عارفه قد ايه. لا ما مش هنحرق كتير، مش هنحرق، ما يبقاش جنبك تقيل خلاص قوي خلاص يعني. عشان ده الخبر اللي هتقوله استاذه لينا. فانت كده بتحرقي لي خبري، تحبي اقول لك الخبر بتاعي احرقه لك دلوقتي؟ يقطع خبري، اسكتي شويه يعني ليه بتقول الخبر في الانترو؟ ما بنعملش كده في بعض. انا مش بقول والله، انا بقول الخبر الخبر بس ان كابتن ماجد يا جماعه لو حابين تعرفوا كل التفاصيل عن كابتن ماجد تابعوا الاستاذه لينا، هتقول لكم خبر عظيم عن كابتن ماجد. وكمان هنشوف النهارده اعظم الاكتشافات الاثريه على الاطلاق على الاطلاق. انت مذيعه قوي النهارده، سيلفر وميتاليك وعلى الاطلاق يعني، وفيونكا وبلح وحاجات كده يعني بلح الشعر بجد. طيب احنا النهارده ناويينها، عارفه اللي هو ايه؟ صراع الحماوات، فاهمه؟ غريبه جدا معناها، كان بتقول على شياكتي وألقتي وشعري، وابدت اعجابها بشعري في جوه في الاوضه، فالله اعلم كده المذيعات غيرت كلامي. المذيعات دول مالهمش امان. كنت بجاملك عشان ندخل نخلص بس كده، شعري حلو وشعري وحش هنتاخر على الحاجة. انا بعد كده مش هسمع كلامك، طلعتي طلع بوشي. لا هتغني الحق. طيب النهارده كمان غير الاخبار اللي سوا حرقتها معانا، النهارده ضيفين خطار بجد. حلقه النهارده مهمه جدا للناس اللي عايزه تعرف اكتر عن الذكاء الاصطناعي الاي اي، وتعرف يا ترى انا تليفوني مخترق ولا لا. الحاجات دي مهمة جدا ان احنا نكون عارفينها، وازاي الهاكرز بيدخلوا لنا من ثغرات معينة، فده هيقوله لنا النهارده المهندس الجامد جدا احمد طارق اللي هيكون معانا، وهيقول لنا ازاي بحاجات بسيطة نقدر نحمي تليفوناتنا. كمان هيكون منورنا يعني بومبونية اللغة الانجليزية جومانا علاء اللي هيكون منورانا النهارده، وهتعلمنا ازاي ننطق صح لغة انجليزية. ولو اي حد فيكم عايز يتعلم لغة انجليزية بجد بقى على اصولها بنطق مظبوط بمخارج حروف مظبوطه، يشوف الحلقه عشان هتفيده جدا جدا للي عايز يتعلم. وفعلا يا سهى هيستفيد جدا من حلقه النهارده ده اكيد. وعندنا كمان فقره تانية وموضوع لطيف قوي هنتكلم فيه انا ولينا عن السكرين شوت، وازاي بنستخدم الحركه دي في يومنا وبنستخدمها. انا مخي اللي بيعمل سكرين شوت مش الموبايل يعني، وبتحصل معانا كام مره في اليوم ان احنا ممكن ناخد سكرين شوت، وممكن كمان من الذكاء اللي احنا ممكن نعمله ان احنا ناخد سكرين شوت ونبعتها للشخص اللي احنا اصلا واخدين منه سكرين شوت. يعني حصلت معايا قبل كده بس مش انا اتعملت في، يعني حد هو اللي اعتذر لي مش انا اللي اعتذرت، يعني حد عملها فيا انا وربنا وقعه شر اعماله يعني. خلاص بقى عفى الله ما سلف، بس هبحكي لك والله هحكي يعني في الفقره الثانيه هحكي لي. كفايه حرق في الانترو، احنا بنحرق في الانترو بس انا بقول عندنا اخبار ايه وانت تقولي لا اهدي شويه. ما هو ده تشويقي، الناس اكيد دلوقتي عايزه تعرف مين الشخص ده وعمل ايه، فيعني اهو عارفه كده يعني. ده انت هتقولي بجد؟ هقول والله. ايه المواقف يعني؟ بس مش هقول هو مين يعني. لا هتقولي بقى هو ايه اللي هقوله. انت بتعملي كده في ضيوفنا على فكره، لما يجي لنا ضيف بتقعدي تساليه اسئله كده ما ينفعش تتسال، انا هسالها لك بقى. هم ضيوف وكده بس احنا اصحاب مكان فما ينفعش يعني. لو في اقنعتك اقنعتيني. وكمان هنعرف راي الناس في الشارع هيقولوا لنا ايه في موضوع السكرين شوت ده، وقد ايه هم بيستعملوا الاوبشن ده
في الموبايل اوبشن سكرين شوت، فيعني ايه خليكوا معانا هتشوفوا القصه دي من جميع الزوايا. اكيد يا سهى. ودلوقتي طبعا بنكش سهى كده قبل ما نمشي من الفقره، مش همشي ايديا فاضيه، دايما بحب انكشك في موضوع، وهو يا ترى كده يا سهى مين الشخص اللي بنلجأ له او دايما بنجري عليه؟ بيبقى في شخص معين كده بتاع المواقف الصعبه، هو ده اللي بنلجأ له في المواقف اللي زي دي، غير طبعا الفنان حسن حسني مش تلميذ، هو واحد بس اللي بنلجأ له في المواقف اللي زي دي، الله يرحمه يا رب. بس فعلا في شخصيه بنلجأ لها لو احنا واقعين في اي مشكله، لو احنا دلوقتي محتاجين مساعده، لو احنا محتاجين نتكلم مع حد، لو احنا خلاص اتضاقت الدنيا بينا، في شخص معين عارفين لو كلمناه هيجري في ثانيه يلحقنا، عمره ما هي يكل ولا يمل ان هو يفضل يسمعنا. في شخصيه اكيد دي في حياتنا، ده موجوده اكيد. ده حقيقي، ده حقيقي. مين بقى الشخص ده؟ لو انا قلت احنا ليه بنسال اسئله شخصيه؟ ما انا بسالك مين الشخص ده؟ اللي ايه اسئله شخصيه؟ ما هو اكيد حد احنا عارفينه يعني. لا مش قصدي كده يعني، احنا مش قلنا نتكلم بقى، لو سمحت تتكلميش معايا. ايه ده، في ايه الحق؟ المذيعة شايف كل حاسه مذيعة تتعارك مع مذيعة صاحبتها. لا بس في شخص ده. اه طبعا. ايه اللي انا قلته غلط؟ لا لا ما مش قصدي، انا قصدي غلس عليكي وخلاص يعني. لكن لو هنقول مين الشخص، لا طبعا اخويا اول واحد بكلمه، الشخص اللي بكلمه في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك. اتفضل المذيعة تغني. طب والله يا جماعة الاغنية دي بسمعها بقعد اعيط عياط. لا انت مش فاهمة، عشان انت كئيبة. مش كئيبة والله، هي مؤثرة قوي بجد، اللي هو فعلا المواقف اللي هو بيقولها حياتنا. اه ولو حد لو خب ايه لو خبطت على حد هيقابلك ويفرح، فاهمة اللي هو الحوار ده. لا هي مؤثرة بس يعني الجلالة ما تاخدكش قوي. لان ممكن تخبط وما يفتحش بقى. عشان الهاي اكسبكتيشنز دايما كده، لما بنقعد نتخيل حاجات بتوسع مننا احيانا وبعدين بنقع على وشنا. فيعني لا ما هو الشخص ده بنكون بقى خلاص قتلنا الموضوع بأحسن معاه، جربناه في مليون حوار، في مليون حكايه. الشخص ده وبديهي من غير والله العظيم ما اعرف راي الناس او راي اي حد، بديهي بقى حد من اهلك، لان الاهالي او العيله او الاسره هي دي الناس الوحيده اللي عمرها ما تزهق منك. بس في ناس تبقى وحيده يعني ما عندهاش اخت ولا ولد ولا بنت، يعملوا ايه بقى ساعتها؟ اخوات، في اهالي، في بابا وماما، في تيتا وجد، وفي ان شاء الله يبقى موجود حد من اللي هي ذكرت، وولاد خاله، ولاد عم، حتى لو مهما اتخانقنا معاهم او شدينا او حصل اي حاجه في الاخر مالناش غير بعض يعني، فاهمه؟ اكيد العيله. والله في ناس مش من دمك وبرده ناس بتبك. مني ومن دمي انا. لا لا محدش خلص الفقره دي عشان محدش كان خيره عليا. فين خالي طب هو اهو كان هنا في الاغنيه بيشتكي من خاله وفين وعمه، بيقول فين خالي وفين عمي. ما انا عشان كده قلت لك مش دايما الناس اللي من دمك هم دول الناس اللي يكونوا اقرب حد ليكي والثقه فيه. احيانا بيبقى حد من صحابك بيكونوا هم دول الناس اللي انت بتتسندي عليهم وقعتي او بترتاحي في الكلام معاهم، بتثقي فيهم. هو ده الشخص اللي انا لما حسيت ان انا متضايقه ورحت له، مش هيبقى شخص جادجمنتال، مش هيحكم عليا، مش هيحطني يقول لي اه ما انت اللي غلطانه، ما انت لو كنت اتصرفتي. دي حاجه كارثيه قاتله، ان انا ابقى واثقه فيكي وجاي احكي لك واسند عليكي واقول لك حصل معايا كذا 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 فتغلطيني. يا نهار ابيض، لا ده انا محتاجه اللي يطبطب عليا حضرتك مش اللي يغلطني. بصي هو ساعات في ناس بتعملها اوت اوف يعني، انا بعمل كده عشان انا بقول لك الصح، عشان انا مش هزوقها لك. لا لا ما هو بيحرموكي تحكي لهم، ما هو انت لا ما هو انا مش هاجي منهاره نفسيا واجي بحكي لك فانت تلوميني. لا شكرا، انا مش محتاجه حد يلومني على فكره، ما انا لومت نفسي وعرفت اني غلطانه، عشان كده انا بعيط وجايه بعيط وانا بحكي. مش محتاجه ده عشان تفوقي. لا مش هفوقي. ايه ممكن بتحكيليش حاجه خالص؟ لو سواء هتبطل تحكيلي اي حاجه في حياتك. انا شايفه ان انا المفروض احتويكي الاول وبعد كده نبقى نشوف. معانا على تليفون استاذه لميا عثمان، كاتبه واخصائي علاقات اسريه وتعديل سلوك. وقبل اي حاجه مساء الفل، ورايك ايه في النقاش الرهيب اللي انا ولينا بنتناقشه من بدري؟ مساء النور، هو نقاش هايل بصراحه. ايه رايك يا استاذه لميا؟ حضرتك شايفه ايه؟ حاجه ممتعه اصلا، ربنا يخليكي. ميرسي، تسلمي. واحنا بنتكلم عن الشخص اللي بنثق فيه، اللي هو دايما لو وقعنا في حاجه معينه، دايما لو في حاجه ما بتحصل مش طبيعيه، الشخص ده احنا هنجري عليه. هل اصلا يعني المفروض ان احنا لو في حاجه او في حاجه وجعانا ممكن نعتمد على ناس، ولا الاحسن ان احنا نحلها احنا؟ هو يعني في يعني
في الغالب ان احنا ما بنثقش في حد ثقه مطلقه، يعني مهما كنت بحكي لحد حاجه هيكون في نقطه وفي حاجات خاصه بيا انا، يعني مش هينفع ان انا احكي كل حاجه لان انا مش مباحه للكل، او مهما كان الحد ده قريب ليا لا برضو هسيب مساحه شويه حاجات ما اقولهاش علشان يعني اعمل حساب ان ممكن الناس بتتغير، ممكن تحصل اي حاجه. طب هو الثقة دي اصلا بتيجي مع الوقت والمواقف، ولا ممكن شخص لسه اكون عارفاه واثق فيه الاقي منه مثلا طريقه زي ما انا قلت من شويه احتواء لموقف انا بحكي مش بيحكم عليا شفت فيه شويه حاجات، ولا مع الوقت لازم اعدي بموقف واثنين وثلاثه ويعدي علينا سنين عشان اثق في الشخص ده؟ ما هو فكره ان انا اول ما اثق في اي حد او اول ما اعرف حد اقول لا خلاص ده محل ثقه وافضل اتكلم معاه واقول له كل اسراري، انا كده مش باذي اي حد خالص غير نفسي. صح، يعني انا ما اعرفش اللي قدامي ده ايه. دي حقيقه، انا كده بجازف بنفسيتي. عمري ما هكون في سلام نفسي انا بعمل كده. صح، ما ينفعش ان انا ارمي نفسي وارمي كل ثقتي على حد وانا اصلا مش عارف ممكن يستغل ده ازاي او ممكن ايه اللي يحصل بينا. عندك حق. طيب نصايحك ايه بقى في الاخر كده استاذه لميا؟ تقولي لنا مفروض نتعامل ازاي مع اللي حوالينا؟ يعني مثلا دلوقتي في ناس بتروح، لو هنتكلم لسن معين اللي هو الشباب والجامعه والمدرسه، يقول لك ده صاحب عمري، ده انتيمي، ده حبيبي، ده على طول قايمين صاحيين مذاكرين واكلين شاربين مع بعض. الفئه دي اللي هي احنا لسه بنتعلم وبنكتسب خبرات في الحياه، الشباب دي يعني ازاي نثق في اصحابنا اللي حوالينا؟ ازاي نقول ده جدير بالثقه وده لا لسه حاطينه تحت الاختبار؟ ازاي بنعمل الموضوع ده؟ تمام، احنا غالبا بنختار الشخص اللي قابلنا في كل حلقه في كل حالاتنا، يعني اللي احنا بنحكي معاه كل مشاكلنا واحنا عارفين ان احنا بنحكي مع مين، ومش هيقول لنا انتوا طاقه سلبيه ولا انتوا حد ممل قوي، واحنا مبسوطين بنجري عليه واحنا عارفين ان هو هيقدم لنا الفرحه دي. اللي يستحق الثقه هو اللي هيقول لك عن اخطائك بكل صراحه ويلومك عليها بينك وبينه، لكن قدام الناس عمره ابدا ما هيطلعك غلطانه. اوكي، ده حاجه مهمه قوي. وانت بتعملي حاجه غلط. طب يعني اختيارنا للشخص اللي بنثق فيه لو شخص بره دايره العيله بيكون بناء على ايه؟ مش عارفه، هي دي صعبه شويه، بس هو احنا مش بنختار الناس، يعني انا مثلا مش بكون سايبه مساحه لاي حد يدخل حياتي. يعني انا حتى لو انا لحد بره اطار العيله لا انا احتاج سنين علشان اديله ثقه او ان انا احكي معاه في حاجات تخص حياتي. العلاقات مش سهله وحياتي مش مباحه لكل الناس. بالظبط، ولازم افلتر قوي انا مين في حياتي وبحكي مين لايه وحاجات كتيره قوي. استاذه لميا بجد شكرا جدا على مداخلتك معانا وعلى الكلام الطريقه الصح اللي قلت لنا ازاي نفكر بيها، وان احنا ما نطلعش اسرارنا بره، لانه في الاخر انت مش عارف العلاقه دي هتستمر قد ايه، وهل ده هيفضل صاحبك ولا لا، وهل الثقه دي هو محل الثقه دي ولا لا. ففعلا اللي قلتيه صح جدا، شكرا لحضرتك. لا واكيد يا سوها برضو عايزين نسترس على حته ان في الشخصيه النظيفه اللي لو احتاجنا حاجه لو في اخر العالم هتجيلنا، لو الفجر هنكلمها بس تليفون هتيجي لغايه البيت وتبقى معانا، الشخصيه دي موجوده بالفعل. ما حدش يقعد يقول لا دي شخصيه خياليه وكرتونيه وده في الاحلام، لا انا اعرف الشخصيات دي. انا كنت عندي كورونا، انا ما اقدرش انسى الموقف ده خالص، كان عندي كورونا وكنت في بدايه الكورونا كمان، لما ما كانش حد فاهم هي ايه دي ايه، وكنت تعبانه جدا وحالتي النفسيه دمار. واحده صاحبتي لما عرفت، تحت اسمها سلمى بشكرها قوي ان هي جدعه قوي، عرفت خبطت الباب، يعني انت مش هينفع افتح لك، انت مجنونه ولا ايه، انا عندي كورونا. لا لا هتفتحي، يعني تفتحي. واول ما فتحت لها جت وشالتني وقعدت تنظف لي البيت وتظبط لي الاوضه وتعمل لي اكل في هو في حد كده في الدنيا؟ حتى اقول لها طب حتى البسي كمامه، يعني ابعدي عني. لا لا مش هينفع، يا بنتي سيبيه على الله، يعني عيش سوا يا موت سوا. قعدت تهزر معايا. هل في حد كده في الدنيا؟ يعني في شفته اهو، في ايوه في ناس كده، وفي ناس جدعه، وفي ناس مستعده تدي لك عينيها، وفي ناس يعني ممكن تشيل اللقمه من بقها زي ما بيقولوا وتديها لك. دول موجودين، بس كتير ده اللي مش لا مش كتير، مش مواثقين فيه كتير. صح، بس هم موجودين يعني. طيب خلينا بقى نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا.
هو انا احيانا بدخل وانا بقلب في الصور بلاقي ان انا عامله سكرين شوت، اقسم بالله ما عارفه طب ده رقم تليفون مين، عملت له سكرين شوت مين ده، طب ده عنوان ايه، انا كنت عايزه اروح فين اصلا، يعني ده جاي لك منين. مين فينا ما يعرفش كابتن ماجد؟ حاجه زي توم اند جيري كده من الثوابت واحنا اطفال، وهي كمان فكره او شخصيه كابتن ماجد موجوده من اكتر من 43 سنه. يعني انت عارف متخيله ايه 43 سنه دلوقتي؟ هاتوا راجل عنده 43 سنه اللي هو اب اصلا عنده اطفال هيحكي لاولاده على كابتن ماجد لانه عاصر كابتن ماجد. احنا في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي 2024 وطالع لازم كلنا نكون خبراء امن بيانات لبياناتنا اصلا. يعني مش لازم يكون في خبير تعرفوه عشان خاطر تستشيروه في 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 الحاجات، في حفظ البيانات، في التكنولوجيا بشكل عام، لان الزمن اللي احنا فيه ده كله مترتب على الاي اي، الذكاء الاصطناعي او التكنولوجيا بشكل عام. احنا اتعلمنا ان الانجليزي 26 حرف A B C and so on، لما بنيجي بننطقهم بنفس ال 26 طريقه نطق الوحيدين ليها، في حال ان في الحقيقه هم مش 26 صوت. اوكي، فاحنا بنمزج ما بين الصوت والحرف، الحرف الواحد ممكن يبقى ليه كذا صوت. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا، وبنتكلم زي ما قلنا في الانترو عن موضوع السكرين شوت وقد ايه بقينا بنستخدم الحكايه دي في الموبايل بشكل مستمر، مش بس في المسجز، لا ممكن لصور، فواتير، صوره الفستان عجبني، ساعه معينه، فضايح كمان بالظبط، احيانا كمان بتبقى صوره انا عامله لها سكرين شوت والله العظيم بنسى انا ده كنت عايزاه ليه وفي ايه والعنوان ده انا كنت واخده له سكرين شوت ليه. فبقينا نعتمد على السكرين شوت، هو وسيله سهله طبعا وان احنا بنحتفظ بيها بحاجات مهمه وبحاجات يعني حاجات تلاقي تفتحي الجاليري عندك تلاقي سكرين شوت ده الفولدر لوحده 5000 صوره مثلا لو تليفونك يعني بيقسمهم يعني فعلا سكرين شوت. هو انا احيانا بدخل وانا بقلب في الصور بلاقي ان انا عامله سكرين شوت، اقسم بالله ما عارفه طب ده رقم تليفون مين، عملت له سكرين شوت مين ده، طب ده عنوان ايه، انا كنت عايزه اروح فين اصلا، يعني ده جاي لك منين. ففي الاوردرات، رقم الاوردرات كتير بقى ما بعدش، ما ده برده رقم اوردر ايه بالظبط حضرتك وانا طلبت ايه، انا اصلا حتى لما الكورير يكلمك يقول لك انا جايبه كده، هو انت تبع نهون اوردر نهين، عارفه اللي هو. بصي، هو اختراع السكرين شوت طبعا اختراع يحترم جدا ومهم، لانه فعلا حاجه دلوقتي طلعت قدامك فمش هتعرفي تجيبيها تاني، فخلاص اتك سكرين شوت بقت عندك تعملي تبقى ريفرنس بعدين. بس للاسف احنا كبشر نسيء استخدام السكرين شوت. يعني دلوقتي يا جماعه السكرين شوت ده انا بشوفه كارثه وبلوى وغير اخلاقي تماما ان حد يستخدمه في محادثه مثلا بينك وبين حد. لا ده وحش. وبعدين انا مبسوطه قوي ان معظم الابلكيشنز دلوقتي بقت تنبهك انه فلان اخذ حاجات وحاجات، بس في ناس ما عند، انا عن نفسي ما عنديش التنبيه ده مثلا. يعني في ايه؟ هو انت بتقولي ابلكيشن بينزل على لا الموبايل لا ولا في ابلكيشنز معينه؟ لا في ابلكيشنز معينه. لا يعني انستغرام مفيش. انستغرام لو عامله المود اللي هو الشاتس بتتمسح فانش بالظبط في نفس الوقت لو حد خد سكرين شوت بتبان. تليجرام نفس القصه، السكرين شوت بتبان. سناب شات برضو سناب شات بتبان، السكرين شوت بتبان حتى لو انت حاطه ستوري وحد خد منها سكرين شوت برضو بتبان. بس واتساب ما بتبانش، واتساب ما بتبانش. بس لا واتساب يا جماعه احنا بنستخدم سكرين شوت في شغل كتير قوي، يعني لا انا ببقى من عندي تاسك معينه بعملها سكرين شوت بقوم مديها لو انت عندك. انا دلوقتي بتكلم على الجزء اللي غير اخلاقي للسكرين شوت، انا مش بتكلم على الشغل، الشغل ده طبعا اكيد يعني، بس انا بتكلم على فكره ان انت بتتكلمي مع حد براحتك باريحيه، اتعصبتي يا ستي، جت سيره حد فقمتي رازعه اي كلام. بصي، حد ممكن بدوسه زرار اللي هو تك ده خلاص هو فضحك وطلعك شكلك وحش جدا قدام الشخص ده وصغرك وطلع شكلك مش لطيف فانا بحسه عيب. يعني بجد اقسم بالله انا لسه حاصل معايا موقف زي ده، بس هو الركع على انت بقى متربي ازاي ورياكشنك ازاي. حد جه يوريلي سكرين شوت لحد بيتكلم عني بطريقه مش حلوه، وهم بنات يعني انا عارفه حوارات البنات الصغيره وحوارات بنات صغيره في الشغل وكده، فانت بتبقي فاهمه القصص دي للسن. كنت اقول لك ليه بتصاحبي بنات صغيره في الشغل؟ طب والله انت خلاص انقذتي نفسك. ماشي. فالفكره كانوا بيقولوا عليكي شريره صح؟ ساحره الشرير.
تقريبا تقريبا انا ما كنتش معاهم والله بس يعني لا فالفكره ايه ده ايه ده ايه لا او عملتي شعرك كده انت قفشتي عليا شعري داخل في عيني انت اوفر قوي في يومكاتك دي شعري داخل في عيني ماما فالبلح داخل في عيني عشان بس انت كنت بتقولي عليه بلح بهزر معاكي كده فالفكره في ايه بقى ان انت لو سمحتي لنفسك ان انت تصدقي ده فانت فتحتي على نفسك مجال مهاترات انا مش قصدي ان انا ما بصدقش سكرين شوت ما قدامي سكرين شوت بس انت ما تثقيش في الشخص اللي عمل سكرين شوت وجاي يوريها لك هي دي بقى اللقطه لا ده ممكن اكتر بن ادم تحرصي منه في حياتك يعني اكتر من اللي اتكلم اصلا يعني اللي اتكلم خلاص كان مرتاح لحد او واثق في حد فبعبع بكلمتين لكن اللي بعت لك سكرين شوت ده بقى هو ده لا ده خطير التوكسيك. زي الناس اللي عارفه ده اللي بيعمل سكرين شوت اكيد اللي بيسجل زي اللي بيسجل مكالمات زي اللي بيسجل لك وانت قاعده بتتكلمي براحتك زي اللي بيصورك وانت مش واخده بالك انت عارفه انا كنت ده بيندرج عليه اللي هو انت واحد عايز اعاده تربيه يعني انا دايما كنت بعمل صراحه يعني للناس اللي كانت بتشتغل معايا زمان اكيد هيفهموا القصه دي والله يسامحوني انا كنت دايما اسجل المكالمات اللي بيبقى فيها تاسكات يعني مثلا مكالمه جات لك من مديرك والمكالمه ماشيه تمام ازيك عامله ايه طيب هتيجي بكره الساعه تمام ماشي طب عايزك بقى تعملي لا ثانيه واحده تعملي يبقى ريكورد لان انا اصلا هقفل المكالمه هنساها عايزك تعملي كذا وتراجعي حلقه كذا ولا تعملي كذا 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 لا دي كانت لازم تبقى ريكوردد خلاص شكرا قفلنا ارجع بقى بعد كده افضيها افرغها في ورقه وامسحها زي ايام ما احنا كنا طلبه في بنسجل للدكتور في المحاضره دي في سبيل العلم وده سبيل الشغل انا بتكلم الناس اللي حتى هقول لك حاجه عملت سكرين شوت لازم تستاذني حتى بقول لك ايه انت متخيله احنا واصلين ليفل ايه حتى لو تعملي سكرين شوت استاذني الشخص انت بتكلميه في كونفرسيشن بقول لك انا هعمل سكرين شوت لدي عشان كذا لكن حد يعمل سكرين شوت لحد بيتكلم مع حد او بيجيب في سيره حد او ايه ده انت تستاذنيه تقولي له معلش انا هعمل سكرين شوت علشان ابعتها لفلان ولا ده قصدك في الشغل لو انت مثلا عايزه تستخدمي الكلام ده لحاجه معينه لو انت عايزه تعملي سكرين شوت لازم تستاذني انا بشوفها زيها زي التصوير ينفع تصوري حد هو قاعد مش واخد باله لا طبعا لازم تستاذني زي مثلا الناس اللي بتصور الفنانين في وهو بتاكل في المطاعم وهي مش عارفه تعمل شوبينج لا الفنانين دي حته تانية لان هم اوريدي دي هي شخصيات يعني. عامه وهم في حياتهم مفتوحه للعامه فموضوع مختلف شويه ده هنختلف عليه او هنتفق عليه هم بني ادمين وحقهم يعيشوا حياتهم براحتهم بس برضو في الاخر في ناس تقول لك ده فنان وانا من حقي انا بحبه ومن حقي ان انا اصوره ومن حقي ما اروح اصور معاه ليه اصوره من بعيد افرضي هو دلوقتي نازل يعمل بياكل ليه اصور مثلا سي ياسمين صبري بتاكل مكرونه يعني بجد ايه المينتاليتي دي يعني ليه ما فيش هم عارفين احترام. ان ده جزء من شغلهم هم عارفين ان الناس بصوا مش موضوعنا بس ممكن لو سمحتوا بطالب الاعداد تحطوا لان سوها مستفزه في رايها مستفز فايه يعني عايزه نتخانق والنبي حطوا لنا حلقه نتخانق فيها عشان احنا مقصرين في الخناقه مش محتاجين يا حبيبتي يعني حلقات نتخانق احنا كده بنتخانق من مختلفين الحلقه دي اثرت معاكي في حاجه عشان تطلبي حلقه ثانيه نتخانق فيها يا ستي طيب انا عايزه اعرف بقى راي الناس ايه في الموضوع وايه رايهم في موضوع السكرين شوت وبيستخدموه لايه برده ده مهم قوي فتعالوا نروح ونرجع ثاني خليكم معانا باخد سكرين شوت باخد سكرين شوت في ناس ما بقاش واثقه فيها فهي الناس دي اللي بناخد لها سكرين شوت من الشات بتاعها ايوه باخد سكرين شوت من الرسائل اللي بتجيلي ايوه باخد سكرين شوت من الرسائل اللي بتجيلي باخد سكرين شوت باخد سكرين شوت اوقات لرسائل بتجيني خدت سكرين شوت واديته لواحد صاحبي عادي بس حصل بقى مشكله كتيره يعني حصل بقى مشاكل وقعت اتنين بين اتنين باخد سكرين شوت لو بعت السكرين شوت اللي انا خدتها لنفس الشخص هعمل نفسي عبيطه هقول له انت مسميني ايه انا مسميك كذا حصلت وقلت له اللي هو ايه ده انت ازاي تعمل حاجه زي كده انت مش واخد بالك انت بعت المسج امتى وانا بعتها امتى في ناس بتبقى منزله الواتساب اللي هو مش سالك وممكن اجي امسحها الاقيها ما اتمسحتش من عنده وبقع في مصيبه اكبر بقول له سوري بالغلط بعمل اي حاجه بحاول انقذ نفسي من الموقف مش دايما ما عملتهاش ولا مره بس لو حصل الدفاع حوار مسحتها بس كان في حاجه اللي هي الواتساب اللي هو البلاس مش عارفه ايه كده فالمسج ما اتمسحتش فكنت في موقف حرج قوي يعني لازم انا ابقى مفهمه برده ان انا هبعت سكرين شوت لحد قبل ما انا اخد سكرين شوت هبعت له بعدها اقول له ان ده كان تحدي وان انا بعتها له كده
ان انا نفذت التحدي. يعني الحاجات التانية اللي ممكن اخدها برضو سكرين شوت ممكن مثلا لبس اكسسوارز ميك اب كده، بوستات على الفيسبوك كده كده، وممكن لبس كتير قوي بقى سكرين شوت كتير. ممكن ابعت صور مثلا ان انا نازل اصور واحد صعب عايز يعني هلبس ده يقول لي حلو ولا وحش، دي بتحصل كتير. ممكن اخد سكرين شوتس لبيجات عايزه اجيبها للهديه لحد وبتاع. باخد سكرين لبوست عاجبني، ممكن قص شعر، ممكن لبس، اي حاجه عجباني يعني. عامه انا عايزه اعمل زيها، لو في قص شعر عايزه اعملها وكده ممكن اخدها بوست وانزلها عندي. او ممكن مثلا طقم عجبني، حاجه عجبتني على الفيسبوك او على انستجرام، لو حد بعت سكرين شوت المسج بتاعتي هقوله ايه الشغل ده؟ الحاجات اللي انا بعملها تطلع عليا ولا ايه؟ لا اللي هو بشوفه يعني داخل يبعتها لمين او بيعمل ايه بس. خلاص مش هبعت له عشان هو هيبعتها لحد تاني، فدي فضايح. انا وبين اللي ما بيني وبينه في الشات محدش يشوفه غيرنا، احنا ما بيننا بس. اه هشك طبعا ان في حاجه كده، هسال ليه يعني تاخد سكرين ليه اصلا من البدايه؟ اساله انت كنت بتعمل بيها ايه؟ اشوف بقى رد فعله وساعتها بقى ممكن اتعامل. هقول له لما تيجي تبعتها لحد خد بالك بعد كده، اصلا مش اصلا هو يبعت حاجه زي كده فاكيد انا قلت حاجه ضايقته قوي لدرجه ان هو يبعتها لحد تاني، فهو نو واي يعني عادي يبعت مفيش مشكله. لا وانا هتخانق معاه كده انه ما حدش ليه دعوه، اصل ده شات بيني وبينك. هبعت له ستيكر عشان هتحرج هتحرج اكسبه. طبعا بعد ما شفنا راي الناس في الشارع اللي مثير للجدل وللكلام، ما شاء الله كل مصر طلعت بتعمل سكرين شوت. في حد قال لو في حاجه مثلا محادثه بيني وبين واحد صاحبي لازم استاذنه لو عملت سكرين شوت او حاجه، وفي ناس تجمعها برضو بصراحه ودي ليها ثغره يعني معلش ايه عارفه اللي هو ايه هنقف عند المبادئ سيكا. في ناس وانت بتتكلمي معاها بتعدي عارفه لو الناس اللي بتعدي صوابعك وراه بعد ما تسلمي عليها دي، في ناس يا جماعه فعلا لازم تكوني حاطه دليل عشان الناس دي انت عارفه ان هي سو ومش سهله. فانا بحس دول لا ما معلش هتعامل معاكم. لا انا في ناس تحديدا ما بحبش اكلمها تليفون عشان هتقولك كلام تاني غير بعد ما اقفل. ما ده اللي بتكلم عليهم، فدي تكلميهم على الواتساب من غير ما تعملي سكرين شوت ولا اي حاجه، بس هو مش قصدي كده. وممكن في ناس تنسى يعني، في شخص ممكن تكوني بتتعاملي معاه ويقولك لا انا ما قلتلكيش تعملي كده، لا انا ما عملتش. طب اهو انت ما وريتنيش الفايل الفلاني، انت وريتيني السكريبت قبل ما تقولي كده في الحلقه. اقول لك وريتهولك، لا ما وريتونيش ولا بعتيلي حاجه ولا ما اعرفش ايه. لا طب اهو ما اعرفش ايه دليل اهو. طب انت استاذنتيني ان انت هتعملي كذا ولا هتقولي كذا في اهو استاذنت. لان الناس دي ممكن تكون حتى مش سو بس ممكن تكون بتنسى. فلازم تعملي كده. طب عارفه برضو على سبيل السكرين شوت حاجه جت في دماغي دلوقتي والله، فاكره طبعا عايزين نبارك لليلى احمد زاهر وطبعا هشام جمال عشان هم اتخطبوا طبعا. هم جمال قوي ومثلوا مع بعض وكده، جابوا لها سكرين شوت من بوست قديم من ست شهور، مش قديم ست شهور، وهي بتقول له هابي بيرثدي براذر ودلوقتي قط ست شهور. فبصي المصريين راحوا عملوا سكرين شوت لبوست هي عاملاه من ست شهور بتقول له براذر دلوقتي بقى براذر، دلوقتي انتوا اتخطبتوا ازاي براذر يعني. فدي على سبيل السكرين شوت بتاع المصريين يعني. وعلى سبيل برضو موضوع السكرين شوت يا جماعه، عايزين نقول ان في دلوقتي الموضوع بقى ادفانسد اكتر، بقى في سكرين ريكورد، مش لازم تعملوا سكرين شوت اعملوا صوت وصوره صوت وصوره اعملوا فيديو ده ليفل الوحش ده بقى. ايوه والله يعني نعملها بقى في الستوريز بتاعت الانستجرام. شفتي ستوري عجبتك تقومي ايه عامله لها سكرين ريكورد عشان حتى لو مسحها تبقى عندنا. والله يا جماعه النهارده عنوان الحلقه يعني كل واحد ونيته، كل واحد وتربيته، كل واحد وسلوكه. نطلع بقى الفاصل ونرجع تاني. خليكم معانا. ولسه مكملين معاكم وعيش سعيد. ودلوقتي عندنا بقى الفقره دي اخبار لطيفه غريبه كده مختلفه، وكمان عندنا يا سهى معلومات كالعاده لطيفه جدا هنقولها النهارده. عندك ايه خبر بتاعك منين؟ بما انك حرقت خبري ومش ناسيها لك. حرقت خبرك انا قلت اللي عايز يعرف معلومات عن كابتن ماجد يتصل باستاذه لينا على 035. ايوه انا قلت كده. قلتي هو خلص. هو خلص. طب ما انت كده حرقتيه. لا ما في ناس اصلا ما تعرفش انا بتكلم عن ايه. يا ساتر يا ساتر. انا هقول كلمتين كده واسيب لك المايك وبراحتك بقى اتكلمي براحتك. ماشي. عن كابتن ماجد انا هكلمكم عن شلال كبير جدا في استونيا اتجمد وتحول لصقيع.
طيب عمل الشلال ده عبارة عن أعمدة من الجليد، طبعا بعد ما المية اتجمدت في الشلال اللي هو كان طبيعي في استونيا، فسلطات سمحت للسكان ان هم يتسلقوا على الجليد اللي اتعمل ده، بس قالوا لهم اتسلقوا براحتكم على الأعمدة الجليدية دي بس على مسؤوليتكم الخاصة. والشلال ده طبعا يعتبر من أكبر الشلالات الطبيعية، وبيبلغ عرضه 50 متر وارتفاعه حوالي 8 متر. طبعا زي ما احنا شايفين كده ده الشلال، وطبعا شايفه لينا هي استونيا طبعا هي جمهورية في شمال أوروبا برضو، ونقول للناس معلومات عنها، وطبعا شكلها خرافي يعني. وهم سمحوا لهم السلطات او الحكومه اتسلقوا يا جماعه اللي انتم عايزينه، وهي اتحولت لتلج، شكلها خطير طحفة. يعني المايه دي كانت ووتر فول او بتنزل بطريقه شلال. معينه الشلال واتجمدت على الشكل ده، بس احنا مش مسؤولين، اللي هيقع هو حر. اما انا اصلا حاسه ان هم واقفين كده، انا عارفه اللي هو الفيديوهات اللي بتجي لك على الفيسبوك لما بتتشقق ويقعوا، فاهمه؟ فانا برضو خايفه، والميه لونها غريب شويه، فبرضو ما عارفه اللي هو تاخد. لا هي عشان هي على جبل، فهو الميه دايما بتاخد من اللون الطبيعي. الطبيعه في شلالات بتلاقي الميه بتاعتها لونها اخضر، وفي شلالات بتلاقي الميه ابيض، على حسب هي وراها ايه. حلوة قوي يا سوها، ومثيرة للاهتمام بصراحة، يعني شكلها حلوة قوي. طيب أنا الخبر بتاعي يا جماعة، طبعا احنا عارفين الشخصية أو شخصية الكرة الشهيرة اللي هي أشهر من أشهر من كابتن بركات كابتن ماجد يا جماعة. طبعا مين فينا ما يعرفش كابتن ماجد، حاجة زي توم أند جيري كده من ثوابت وإحنا أطفال. وهي كمان فكرة أو شخصية كابتن ماجد موجودة من أكتر من 43 سنة. يعني أنت عارف متخيلة إيه 43 سنة دلوقتي؟ هاتوا راجل عنده 43 سنة اللي هو أب أصلا عنده أطفال هيحكي لولاده على كابتن ماجد، لأنه عاصر كابتن ماجد. فكابتن ماجد من الشخصيات يعني كان بيجيب جون في حلقتين، ست حلقات يعني. يعني اللي هو هنموت هننام جنبك يا كابتن ماجد وانت لسه ما جبتش، وتلاقي الوقعة عارفه اللي هو بالطريقه دي. هو كان لازم ينتهي حبيب قلبي. فطبعا انت عارفه اصلا هي اصلها ياباني، الرسوم المتحركة اليابانية، وكابتن ماجد أصله ياباني، ودي رسوم متحركة يابانية. لكن الخبر بقى اللي مش لطيف خالص يعني فسلسلة كابتن ماجد، إن فعلا زي ما سوها قالت كابتن ماجد خلاص يعني نو لونجر مش هيبقى معانا تاني، وإن خلاص الكاتب هيبطل يكتب أو تنزل حلقات جديدة من شخصية كابتن ماجد. خليني أقول لكم إن أول قصة تم إطلاقها يعني لأول مرة كانت عام 1981، وكتب دلوقتي بقى اللي هو مؤلف سلسلة كابتن ماجد، كتب رسالة للقراء وقال لهم: لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار الذي قد يخيب ويحزن أولئك الذين يستمتعون بقراءة الكابتن تسوباسا اللي هو كابتن ماجد يعني، ولازم تتفهموا قراري عشان هو عنده ظروف مرضية وظروف صحية بتمنعه من هو يكتب بقية القصص بتاعت كابتن ماجد. للأسف هو خبر حزين جدا، لأن كان نفسنا حاجة من ريحة الطفولة نورثها لأولادنا أكتر وأكتر، تفضل بقى كل الأجيال تعرفها وكل الأجيال تتفرج عليها، زي مثلا ما شخصية بكار مثلا برضو. لا لما بس بطلنا شخصية بكار تنزل. دي شخصية من التراث المصري، وبتكلم عن الأطفال في أسوان بس بطلت ايوه تنزل. لا بس انا دي انا حاسه ان دي مفروض تكمل. بس شخصيه كابتن ماجد لا، مع كامل احترامي الكرتون اصلا نفسه قدم، ستايله قدم بقى. في دلوقتي عندك منصات قد كده بتنتج حاجات كتير قوي، وعندك التقنيات وبقت مش 4K، دي معديه كمان، هو وبقت معموله بطريقه لطيفه جدا. لا بس بطريقه متطوره نفسه. لا ما انا كنت اقول لك يطور. ما هو المشكله في كابتن ماجد انه لسه كان بيعمل لحد زماننا ده 2023، وكان لسه بنفس الشكل القديم، ولسه بيجيب الجون في ست حلقات، ولسه بالشكل القديم اللي هو مزعج للعين دلوقتي بعد ما بقيتي تشوفي الحاجات اللي هي المتطوره السوبر. فهو كان فعلا عارفه لما في فنان يجي مثلا قبل ما يعجز قوي كده ويقوم يقول لك انا هعتزل عشان الناس تفضل فاكره صوره معينه ليا او كده، انا كنت شايفه ان برضو كابتن ماجد كان المفروض من بدري قوي وسط كل التطور والتكنولوجي والحاجات الكرتونز اللي هي الخطيره يطور من نفسه، يا يطور من نفسه، يا يقول لا معلش انا هسيب
الحاجات التانية تاخد فرصتها. والله سواء ده وجهة نظرك، بس ناس تقول لك لا دي الايدنتيتي، دي حاجة احنا تربينا علينا واحنا صغيرين، دي بنشم فيها ريحة ذكرياتنا، فلازم ولادنا يشوفوا. طب الكرتون ايامكم كان عامل ازاي؟ في اطفال لو جبت لها شريك كاسيت مش عارفة شك ايه ده، هتقول لك ايه الاختراع ده. فبيقول لك لا ليه كل حاجة جربي تشغلي، لا جربي تشغلي توم اند جاري مثلا اللي هو الخطير اللي احنا كنا بنسخسخ من الضحك قدامه، جربي تشغليه لاولادك هتلاقي مش جايب خالص ولا ضحك ولا هي اراء يعني. طيب دلوقتي عندنا موضوع هنتكلم فيه اعظم الاكتشافات الاثريه على الاطلاق، وده وفقا لموقع The Complete University Guide. هنتكلم عن اعظم الاكتشافات اللي تم اكتشافها في العالم بمختلف بقى اكتشافاتها، وانا وسهى هنقول لكم. ابتدي انا؟ اتفضل. طيب اول اكتشاف معايا هو جيش الطين، وهو عبارة عن مجموعة ساحرة طبعا من منحوتات الطين اللي بتجسد أو بتصور جيوش الإمبراطور الأول للصين، وطبعا هو مثال على الفن الجنائزي المصنوع بقصد رمزي يعني لحماية الإمبراطور في حياته الأخرى. هما كانوا زي الفراعنة بيؤمنوا بالبعث والخلود، إن الحاكم أو الإمبراطور لما يموت إن هو في حياة تانية أو حياة أخرى، فعشان كده كانوا بيعملوا الحاجات دي. وبيعود تاريخ الجيش القرن الثالث قبل الميلاد، وعدده حوالي كان 8000 جندي و130 عربة و520 حصان. ده جيش الطين. حلو قوي. انا بقى معايا تابوت توت عنخ امون، وهي مقبره تم اكتشافها سنه 1922 واكتشفت سليمه، يعني الى حد ما كانت كل محتوياتها سليمه، وكانت في وادي الملوك. وعلى الرغم من ان هي حجمها كان صغير الا ان القبر او المقبره كانت بتحتوي على اكتر من 2000 قطعه من التحف الثمينه اللي كانت موجوده جوه المقبره، وكان اكتشافها حاجه رائعه ساهمت طبعا بشكل كبير في الوعي الأثري في مصر. أكيد. برضو من الاكتشافات العظيمة هو كنز العملات، وده يمثل كنز العملات ان هو اكبر كنز من الذهب والفضة الانجلو ساكسوني، واللي تم العثور عليه طبعا، وكان زي طفرة، الاكتشاف ده كان طفرة كبيرة، وبيتكون من اكثر من 3500 قطعة. تم العثور على الكنز ده بواسطة جهاز الكشف عن المعادن، وكان مدفون تحت حقل مزارع في المملكة المتحدة. عام 2009 تم الاكتشاف ده، وبلغت قيمة الكنز أكثر من 3 مليون جنيه استرليني. طبعا رقم يعني خطير. خطير. طيب آخر حاجة معايا النهاردة، وهي عن بركان عمل دمار شامل لمدينة بومباي، وهي كان في بركان مدمر لجبل في سنة 79 بعد الميلاد، ناتج عنه ان هو مدينة كاملة اللي هي مدينة بومباي اتدفنت، وهي مدينة رومانية قديمة اتدفنت تحت الرماد، والبركان ده دمر المدينة كلها وقتل سكانها كلها. في الوقت ده ظهر الكشف الأثري لتلك المدينة، و كانت من أعظم طبعا الكنوز الرومانية، وظهر في المدينة اللي اتدفنت تحت الرماد، وشافوا بقى يعني بعد مدة كبيرة يعني من الزمن اكتشفوا ان المكان ده فيه لسه الجثث بتاعت الناس اللي اتدفنت تحت الرماد، والرطوبة والهواء اللي خلى الجثث محفوظة لآلاف السنين. أكيد. أنا بقى هختم بحجر رشيد. طبعا حجر رشيد يعني لو فاكرة يا سهى كنا بناخده من واحنا صغيرين في حصص التاريخ، وده طبعا كان اكتشاف رهيب يعني الأعظم في حياتنا. وطبعا بيعود تاريخ حجر رشيد لعام 196 قبل الميلاد، بصي من كام سنة، وكان بيتنقش عليه يعني رسوم من الملك البطلمي بطليموس الخامس، وكمان كان موجود بثلاث لغات او تم النقش عليه بثلاث لغات، الهيروغليفيه المصريه القديمه والخط الديموطيقي وكمان اليوناني القديم.
وطبعا جعل اكتشافه سنة 1799 أول نص مصري قديم ثنائي اللغة يتم الكشف عنه في العصر الحديث. وكان من المستحيل طبعا في الأول ان احنا نفك رموز اللغة، احنا شايفين نقوش معينة او رسومات معينة احنا مش فاهمين ده ايه، فانك تفكي اللغة دي او تفكي الطريقة دي سهل علينا اكتشافات وفتح علينا ابواب جميلة جدا بعد كده. وكان اكتشاف ثنائي اللغة من هذا النوع يعني انه يمكننا البدء في فهم الحروف الهيروغليفية زي ما انا قلت، وكمان ترجمة اي قطعة أثرية بالهيروغليفية المصرية القديمة بفضل طبعا اكتشاف حجر رشيد. واللي فكر رموز حجر رشيد طبعا شامبليون، يعني لازم نديله الكريدت كله. فدي من برضو الاكتشافات اللي كانت مهمة جدا جدا في التاريخ عموما، اللي كل كتب التاريخية اتكلمت عليها. أروبة في التاريخ، أروبة في الحاجات بتاعة الحفظ، دماغي أدبي بصوا والأدبي وقالت لك وتاريخه ويرجع للعصور المعرفش إيه دو أروما. لكن نيجي بقى لما نستقبل ضيوفنا بتوع الـ AI والحاجات دي هنشوف بقى هتعمل ايه. انا كنت اصلا فرعونيه، كنت حاسه ان انا كنت عايشه ايام الفراعنه وجيت تاني في الحياه العاديه يعني. خلينا بقى نروح لفاصل سريع علشان نرجع تاني ونستقبل ضيوفنا في استوديو عيش سعيد. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا ونستقبل ضيوفنا. وضيفنا النهاردة هو ضيف مميز في مجاله جدا جدا جدا، ومجاله دلوقتي واكل الجو، مجال الـ AI والتكنولوجي والحاجات بتاعت اللي احنا بنسميها بقى الناس اللي مالهاش في التكنولوجيا، الناس بتاعت الهاكرز بقى والموبايلات المتهكرة والمعلومات اللي هي صعب ان احنا نفهمها كأشخاص مالناش قوي في الحتة دي ومش حتتنا. فعشان كده منورنا اللي هينورنا كمان في مخنا وفكرنا كده الخبير التكنولوجي أحمد طارق. ازيك يا احمد؟ ازيك يا احمد؟ اهلا بيكم. الله انت ضيف عزيز ومش اول مره ضيفنا في عيش سعيد، يعني انت نورتنا قبل كده بالظبط بيتك منورنا. برضو ابارك لك يا احمد على الجائزه اللي انت خدتها، جائزه ملهم الدوليه 2023. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. خلينا نبتدي بقى بالجائزه، احكي لي كده عنها، كان احساسك ايه؟ والجائزه دي بيتم اختيار كم حد والكلام ده كله؟ الحقيقه الجائزه دي اول يعني ما سمعت عنها، انا بصراحه انا دي اول تكريم ليا في حياتي بصراحه. وهي جائزه ملهم الدوليه ضمن افضل 100 ملهم في الوطن العربي. فاختاروا 100 شخصيه عامه، يعني مثلا ممثلين ومستثمرين، مثلا رواد اعمال، مبدعين، موهوبين، مشاهير، ففي كتير قوي موجودين كانوا معانا، وكان التكريم هنا في مصر. والحمد لله صنفت ضمن افضل 100 ملهم في الوطن العربي عن مجالي. ما شاء الله حلو قوي. مجالك اللي هو دلوقتي مسيطر. طبعا هو الاساس. طبعا هو الاساس، واللي مش هيلحق يعرف شويه معلومات عن التكنولوجي وعن الاي اي هيفوتوا كتير قدام، صح ولا لا؟ طبعا احنا في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي 2024 وطالع، لازم كلنا نكون خبراء امن بيانات لبياناتنا اصلا. يعني مش لازم يكون في خبير تعرفوه عشان خاطر تستشيروه في 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 الحاجات، في حفظ البيانات، في التكنولوجيا بشكل عام، لان الزمن اللي احنا فيه ده كله مترتب على الاي اي، الذكاء الاصطناعي او التكنولوجيا بشكل عام. فلو ده ما اتحطش صح وبالطريق الصح حقيقي ممكن تضيع، لان بياناتك بتكون سلعه في ايد غيرك. سامعة؟ بياناتك سلعة في ايد غيرك. لا ما بتفوليش على في وشي، بص انا بترعب. انا اصل انا لينا يعني انا بقول ان انا عندي حته كده بحاول ان انا يبقى بلم اي حاجه تكنولوجي او اعرف اي حاجه. لينا بقى احنا بعيد قوي. محتاجه اخد كورسات مع احمد طارق. باللينك اللي انا شفته قبل الحلقه ده بعيد جدا بصراحه. انا عملت مشكله كبيره جدا. انا قلت لك ان انا في حد بعت لي، انا من الناس والله اللي عارفه موضوع اللينكات ده يا جماعه، والموضوع ده قديم ان هو ما تفتحش اي لينك انت مش عارف ده مين او مصدره ايه. صح. بس انا ساعتها كنت سرحانه او بعمل حاجه في ايدي ففتحته من غير ما اركز، حد انا ما اعرفوش بعت لي لينك قال لي ممكن تساعدني في السيرفي الفلاني. حلو جدا. فبس انا لما فتحت اللينك
هو كان سيرفي بجد فده ايه؟ طيب دي مفهوم اسمه مفهوم السوشيال انجينيرينج او الهندسه الاجتماعيه. المفهوم ده اصلا تعريفه عموما هو فن اختراق عقول البشر، فهو دخلك من قسم اسمه فيشنج او قسم الاصطياد. قسم الاصطياد ده ايه اللي بيحصل فيه؟ بيزيف لك اسكامه بمصطلحاتنا احنا، الاسكامه دي اللي هي ويب سايت او سيرفي او حاجه تبقى الاصل حاجه معروفه جدا. يعني انا حضرتك وانت قاعده دلوقتي ممكن اعمل لك ابلكيشن تبقى الاصل من انستغرام، اوكي، وادهولك عن طريق الواتساب سواء بصيغه اي بي كي او ايا كان ايه، وتثبتيه عندك على الجهاز لو نظام تشغيلك اندرويد. اول ما تثبتيه هينزل يختفي على طول، وبنفس الوقت في حاجه دلوقتي اسمها اوتو برميشن، ياخد برميشن للكاميرا وللصوت، يبقى جهازك كله في ايدي. اوف، كاميرا صوت صوره كل حاجه. يعني او حد زي مثلا فتح لينك ما كانش واثق فيه، غلط غلطتي مثلا، انا كنت فعلا سرحانه فما ما ركزتش، طب المفروض اعمل ايه؟ انت قلت لي انت هتتصرف لي، بس انا عايز اعرف للناس. طيب بقى تعمل ايه؟ حلو جدا. في يعني خلينا ناخد الموضوع ده من جزئين. الجزء الاولاني لو جالك لينك حتى من اخوك، يعني حتى من اخوك اختك ايا كان، من ناخده على الويب سايت بتاع التشيك. بالظبط كده. في حاجه اسمها فايروس توتال. فايروس توتال ده موقع عالمي تبحثوا عليه من شركه جوجل نفسها. بعد ما تبحثوا عليه هتخشوا على اليو ار ال، كلمه اسمها يو ار ال 4، هتلاقوا ويب يعني مكان تحط فيه اللينك اللي جاي لك ده، تاخده كوبي او من غير ما تدوسوا عليه خالص. فبالتالي يعني براس طويله كده ان احنا ناخد اللينك بالظبط كده عشان ما يتدوس عليه خالص، لان برده مجرد تدوس عليه في احيانا اللينك نفسه من غير ما ينزل برامج ممكن ياخد برميشن من البراوزر ان هو يشوفك ويعرف مكانك، وده بيحصل بالجديد من اللينك بس. فدي مشكله كبيره جدا، وده برده هنقول حلها. فالمهم هنحط اللينك ده على اسمه على فيروس الفيروس توتال. توتال بالظبط كده. أوكي. وبعد ما نحطه هيبان بقى، لو النقاط كلها اخضر تعرفوا ان هو امن التصفح فيه، بس مش معنى كده ان انت تسيبي بيانات الكريدت كارد بتاعتك موجوده فيه طبعا، لانه مش اي موقع برضو كده، لان بيانات الكريدت كارد اصلا لما بتكون موجوده بتبقى بوكسات فاضيه. لو كتبتي اسمك هيجي له هناك اسمك. فهي بوكسات بس شفافه بتبين اللي انت كتبتيه على طول، وهو بياخد البيانات دي ويعيد استخدامها. حتى في مواقع بتستخدم بيانات الكريدت كارد بتاعتك بدون او تي بي، بدون رمز التحقق اللي هو عباره عن 6 ارقام او 4 او غيره. ففي مواقع كتيره كده فبيسرقوا البطاقات دي وبتبقى في ايد غيرهم. طيب ازاي بقى نعرف لو احنا دوسنا على اللينك ده؟ اوريدي دوسنا زي ما حضرتك عملتي وزي ما الناس كلها مغفله عملتي. لا لا ما تقوليش كده، بالعكس والله. احنا هنا دورنا ان احنا نوعي الناس كلها طبعا. فطبعا في ناس كتيره بتحصل فيها كده. انا هقول لك كمان ويب سايت تاني اسمه سيف وذ كمان. اوكي، بس فيروس توتال عالمي اكتر ومصنف ضمن افضل 3 افضل 3 من المواقع العالميه. سوري، هو اسمه سيف ويب. سيف ويب برضه اوكي، بس فيروس توتال انا بعتمده اكتر، لان هو افضل حاجه يعني في اختبارات الامان كلها اجتازها، وفي نفس الوقت يعني امن من ضمن افضل 3 عالميين. حلوة. فهو ده الافضل والاسهل كمان، لانه ده ينفع ترفعي صوره برضه تشوف ان هي لا قدر الله متلغمه قبل كده او لا او حاجه متلغمه يعني ملعوب فيها مصطلحات. طبعا المصطلحات دي معروفه. طب طبعاً. الخطوه اللي بعد كده بقى. طيب الخطوه اللي بعد كده ان احنا لو دوسنا اوريدي ودخلنا على اللينكات دي وخايفين مثلا لا قدر الله، اللينكات دي برضه في منها حاجتين، لينكات ممكن تنزل ثلاث حاجات، خلينا نقول لينكات ممكن تنزل لك ابلكيشن عندك على الموبايل ايا كان ايه بقى عن طريق السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه بيقنعك ان هو ينزل لك حاجه من هنا كتطبيقات بديله، فدي مشكله كبيره. تاني حاجه هقول برضو استفسارها، تاني حاجه ان اللينكات دي هتنزل لك اعلانات كتير قوي، يعني موبايلك كل شويه يجي اعلانات كل شويه. الاعلانات دي اولا بتخلص البطاريه، بتخلص باقه الانترنت بتاعتك، لان كل شويه شغاله مستمره قوي. اعلانات على الفيسبوك ولا لا؟ اعلانات عامه عن نوتيفيكيشن، اشعارات. اشعارات البار الاشعارات. أوكي. او نوتيفيكيشن بيجي فيها اعلانات كتير كل شويه. الاعلانات دي بسبب اللينكات اللي كل شويه. ده اكتر في الاندرويد، اكتر في الاندرويد. برضو الاي او اس بيكون موجود اصلا برضو من بعض الاشعارات، اخبار مثلا او حاجه، وحضرتك ما تدوستيش على اي حاجه من دي خالص. فالكلام اللي انا هقوله ده هينطبق على الاندرويد والاي او اس. طيب ازاي بقى نخلي نمسح الدنيا دي كلها ونظبط الموضوع؟ تالت حاجه برضو نقولها عشان نكمل المعلومه، ان اللينك ده لو دوستوا عليه في برضو ويب سايتات عالميه بالفلوس بتدفعي لهم فلوس ويلغموا لك لينك مثلا اغنيه على اليوتيوب، الاغنيه دي هتلبسيها في لينك تاني مخفي. اللينك ده لو حضرتك دوست عليه انا اجيب مكانك
احداثياته مش بالظبط، لكن اجيب مكانك صوت وصوره الكاميرا، لانه كده كده في بيرميشن برضو في في البراوزر مع اللينك. فدي نقطه كبيره وجديده ومنتشره دلوقتي، ربنا يستر. طيب والله. ازاي بقى نلغي ده كله مره واحده من ناحيه اللينكات؟ هندخل على البراوزر بتاعكم اللي هو جوجل كروم، سفاري، غيره، ايا كان ايه. بعد ما ندخل على البراوزر، خلينا في الاندرويد دلوقتي عشان هنقول الخطوات. بعد ما ندخل على البراوزر في الاندرويد هتلاقي الثلاث شرطات اللي موجوده فوق. بعد كده هتلاقوا الهيستوري، الهيستوري اللي هو سجل البحث. تمام، هتخشوا على الهيستوري سجل البحث، وبعد سجل البحث هتعملوا كلير منذ البدايه، مسح منذ البدايه، كلير اول تايم. هتحددوا على كل المربعات تشيك بوكس كده، هتحددوا على كل المربعات اللي موجوده، وهتمسحوا كل اللينكات اللي انتوا دخلتوا عليها والكوكيز والحاجات دي كلها. يعني ايه كوكيز؟ كوكيز دي معناها بالعربي يعني كيكه او كده او كعكه، لكن هي بالمصطلح التقني معناها الملفات المؤقته اللي هي بعد اللي بتنزل بعد التصفح او مع التصفح، عشان خاطر ياخدوا. ايوه، ساعات الويب سايتس بيقول لك اكسبت اول كوكيز. بالزبط. لا، دي مشكله بقى، المفروض نعمل اكسبت ولا لا؟ لا طبعا، في هي دي اللي بتخلي الاعلانات تشتغل اول باول. ما بيبقاش انت قادر تكمل لو عملت تصفح. بالظبط، لو عملت اكسبت اول مره، تاني مره تعملي الحركه اللي انا بقولها دلوقتي عشان خاطر الكوكيز دي تتمسح كلها. طب انا بقى كخبير امن وتكنولوجيا البيانات اخترقت باتنين من اكبر صفحات ليا وفيريفايد برضو. يعني تخيل انا قاعد قدامكم وتم اختراقي من اكبر صفحتين، والصفحه بتاعتي فيها 600,000 اللي هي تيك دولف متوثقه، الحمد لله طبعا رجعتها. بس في ناس هتقول كتير، ازاي انت خبير امن بيانات وباب النجار مخلع وايه وتم اختراقك يعني والكلام ده. طيب في دول كبيره بتخترق، في ثغرات بقى، وفي برضو شركه ميتا نفسها كل شويه بتخترق. في ثغرات احنا لو ما بصناش بالنا، انا لازم اقول التجربه دي، مش عيب ان انا اقول كده. التجربه دي حصلت، انا مامن نفسي من لإلى من ناحيه اليو اس بي كي سيكيورتي اللي هو بتحطيه عشان تفتحي الاكونت، من ناحيه تو فيريفيكيشن اب برضو هنقوله والحاجات دي كلها. بس ازاي تم اختراقي من ناحيه الامان ده كله؟ في ثغرات موجوده في الفيسبوك عن طريق الكوكيز اللي هي اللي انا قلت عليها دلوقتي، بيكون متسجله فيها كل البيانات بتاعت الاكاونت، فدي الثغره مش بايدي، وحتى كان الفيسبوك ما يعرفهاش. فناس من فيتنام دخلوا وخدوا الصفحات دي زي ما حصل في شركه عالميه بدون ذكر اسماء، برضو تم اختراقها من ناس فيتناميين قبل كده، هي نفس الثغره اللي دخلوا لي بيها. ما كانتش مسدود. طبعا، فتم استرجاع طبعا في 24 ساعه الصفحتين كلها. فبالتالي احنا لازم ناخد بالنا ازاي نمسح الكوكيز دي اول باول، وفي نفس الوقت يكون في انتي فيروس على اللابتوب او الكمبيوتر اللي انت هتستخدم منه حساباتك. طب دي من ناحيه اللينكات بقى. لو هنيجي على الموبايلات، يعني هنيجي على الموبايلات ازاي نكشف موبايلاتنا مخترقه او لا؟ لان برضو النقطه دي الناس برضو بتقع فيها. احنا كنا قلنا من حلقه سابقه كان في شويه حاجات كده لو بيحصلوا معاك انت تعرف ان موبايلك مخترق. كان منهم البطاريه ان هي بتخلص بسرعه، بتسمع صوت بيسخن. دوشه في حواليك في المكالمات، الموبايل بيسخن، في ابلكيشنز تلاقيها مش تبعك موجوده على الموبايل. طيب. انا مش فاكراهم كلهم، بس هما كانوا 8 حاجات. بس هي دي من الحاجات اللي فعلا اتقالت. بس يعني هما كانوا 8. تمام جدا. طيب انا عشان اوضح المعلومه بشكل تقني اكتر وعلمي، عشان برضو ما نخوفش الناس، السخونه مش اساس في موضوع الاختراق خالص. طب الموبايل بيفصل بسرعه؟ ده جاي لكم فيه برضو. السخونه مش اساس خالص، يعني لو موبايلك سخن منك مش معنى كده انه مخترق. لانه تقنيه المحتوى الداخلي بتاع الموبايل قويه جدا في الزمن اللي احنا فيه، الابلكيشن بقت كبيره جدا، فبالتالي بتستهلك من محتوى الجهاز اللي هو السي بي يو والرام، وبتاخد من البطاريه اللي هي الخليه بتاعه البطاريه، فبالتالي بتسخن معاك، فده طبيعي جدا. تمام. وفي نفس الوقت الشاحن لما تيجي تحطه في الشحن، قوه الايسيهات بتاعه الفاست تشارج او كويك تشارج او الوات العالي بيخلي البطاريه تسخن، فده طبيعي جدا. فما تقلقش لموبايلك كده مش معنى انه مخترق. ايه بقى الخطوات لو لقيتها في موبايلك يحصل اختراق؟ لو ابلكيشنز غريبه دي اوكي، دي صحيحه تماما 100%. تاني حاجه، لو لقيته الموبايل دايما مش على وضعه، يعني مثلا في احيانا في ريموتلي بيتحرك لوحده، في برامج بتعمل ريموتلي، تلاقوا دايما نقطه المايك منوره، النقطه الخضراء اللي فوق او الحمراء اللي فوق منوره احيانا، لانه في برضو برامج ما بتكونش موجود فيها النقاط دي كده. فبالتالي النقط دي تكون منوره معناها ان حد بيسمعني، حد بيسمعك اول باول وفاتح الكاميرا والصوت والدنيا وشغال اول باول. فدي النقط الاساسيه. وفي برامج دايما بتنزل والكشاف مفتوح ممكن، ما هي حاجات غير على وضعها.
بس في برامج دلوقتي جديده يعني بتنزل على الموبايل ما بتبينش اي حاجه من دي, ودي مصيبه كبيره, فتاخدوا بالكم لان هي بتعمل سكرين ميرورينج. يعني هما بيطوروا كمان في الهاكينج. اه طبعا, زي ما بيكون في امان عالي في برضو اختراقات عاليه. فبالتالي الكفتين دايما بتكون متوازيه, ولازم ان احنا نلحق بالامان معاها. فدي نقطه مهمه جدا. من ناحيه بقى الموبايلات ازاي نكشف عليها دلوقتي, احنا هنمسكها لجزئين. لو اندرويد هننزل ابلكيشن اسمه انتي سباي ديتكتور. انتي سباي ديتكتور. ديتكتور اوكي. ده لو اندرويد. اه الابلكيشن ده من غير فلوس, مش مدفوع تماما, وابلكيشن طبعا امن وعالمي, وفي نفس الوقت الابلكيشن ده مصنف برضو من ضمن افضل 5 في البحث على البرامج المخفيه جوه. لان انا مهما قلت عن بعد, انا بستخدمه مع متابعيني طبعا, مهما قلت عن بعد ازاي تكشف مش هيعرفه. صح يدوي خطوات صعبه. بس ابلكيشن هو اللي يقول لهم بقى. ابلكيشن بينزل يعمل سكان لكل الجهاز كامل لكل الابلكيشن, ويشوف, ويشوف. هو مصنف من 3 خانات تحت. اول خانه الابلكيشنز كلها, ثاني خانه الابلكيشن اللي هي واخده اذونات زياده, ثالث خانه لو لقيتها باللون الاحمر اعرف ان موبايلك مخترق 100%. خد بالك من النقطه دي. الاي او اس ما فيهوش كده, لكن الاي او اس لازم تامنه. تنزل اي في جي اللي هو الانتي فايروس اللي هو عشان الويب براوزنج وكده, وتعمل الاكواد اللي هي بتعمل كول فورواردنج اللي هنقولها دلوقتي, اللي هو نجمه شباك 2-1 شباك, وتشوف النتيجه. لو لقيت رقم غريب, على فكره كتير قوي بلاقي عندهم ارقام غريبه مش عارفينها, وناس عامله تحويل مكالمات ليها حتى لو للحظه. لان تحويل المكالمات دي ممكن يفتحوا بيه الواتساب. يعني انا عايز اقول لك على حاجه, الاي او اس يعني موبايل نظام الاي او اس, ناس كتيره قوي بتقول ان هو امن بنسبه 100%. انا طبعا ضدهم تمام, لان مفيش نظام تشغيل امن بنسبه 100%. دلوقتي الاي او اس بتاع حضرتك عليه كل الاي كلاود, وعليه الفيسبوك, وعليه كل حاجه. انا كمخترق مش كويس, انا همي ايه من الاي او اس غير حساباتك؟ صح طبعا. انا ممكن اقنعك بطريقه تانية عن طريق الهندسه الاجتماعيه, واعمل لك صفحات مزيفه, وافضل ازن عليك حتى لو سنه, بس في الاخر هسرق حساباتك اللي على الاي او اس لو مش متامنه صح بالطريقه اللي احنا بنقولها. فدي نقطة مهمة جدا, ما تعتمدش على نظام تشغيل ان هو اللي حميك. خد بالك من النقطة دي كويس قوي, وتكتب الاكواد دي نجمة شباك 2-1 شباك, ونجمة شباك 6-1 شباك, وتشوف النتيجة. لقيت فيه ارقام غريبة كده ممكن تقلق. لو لقيت رقم 3-4 ارقام كده مع بعض, تعرف ان رقم الشركة المشغلة للشبكة, وده عادي. اذا عايز اجربها مش جربيها دلوقتي لو كده. وفي برضو لو لقيتوا ارقام غريبة تشيلوها ازاي, شباك شباك 002 شباك. معلش نقولها تاني, نجمة شباك 6-1 شباك بالظبط. اوكي, واعمل اكني بتصل. بالظبط كده هيجي لك نتيجة كده كاملة. اوكي, بسم الله. نقول بسم الله كده عشان خاطر خايفة دخلتي على سيرفي وعملتي لا بس ان شاء الله تمام. ايه اللي حصل؟ نوت فورورد. مش عارفة, كاتب لي حاجات كتير. وريني كده. تمام, مفيش رقم. اهم حاجة مفيش رقم موجود. مفيش صح؟ مفيش ارقام موجوده. طب ممكن توريها للكاميرا كده؟ اوكي إيه؟ بالظبط كده, مفيش اي ارقام موجوده كده. تمام جدا يعني كده مفيش. لا لا الحمد لله كده مفيش اي حاجه. طب مفيش اي تحويلات ولا اي حاجه. لو لا قدر الله في تدوسي شباك شباك 002 شباك, هيقول لك تم مسح الكل. أوكي. مسح كل الارقام. حتى لو ما طلعليش ممكن اعمل احتياطي؟ عادي اعمليها, تقدري تجربيها برده قدام. طب برده يا جماعه امن تعيش مطمن. هي الفكره شباك شباك 002 شباك. لا ثانيه واحده عملت حاجه. لا استني بقى عشان اتوترت. شباك شباك 002 شباك. عارف الامهات وهي بتمسك الموبايلات حاسه كده ماسكتك للموبايل مش مريحاني. هو قال لي اول كولز اول كولز, يعني اللي هي خلاص سكسيدد يعني. بالظبط, تم المسح بنجاح يعني. يعتبر بالعربي برضه عشان الناس. طب الخطوه دي المفروض عملت لي ايه؟ ضمنت بيها ايه؟ الخطوه دي ضمنت بيها ان مفيش حد مثلا ممكن بطريقه معينه برضه بالهندسه الاجتماعيه. انا اكون واقف جنبكم بتكلم عادي. طب ممكن اتصور بموبايلك دقيقه, او اسجل لك رقمي فاخد الموبايل بتاعي وانا مش حافظ الرقم, حافظه على الشاشه بس. اقوم واخد الموبايل بتاعك واقوم دايس كود, انا مش عايز اقوله على الهوا, الكود ده احط فيه رقمي وادوس شباك. اول ما احط الكود هتتحول للمكالمات. هتحول المكالمات عليا. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هتنقل الواتساب عندك. انا همشي. معلش انا قطعتك دي. لا لا بس انا بقول لك يعني هتفتح الواتساب من عندك, لان الواتساب بيديكي تو اوبشنز ان انت تفتحي الواتساب في موبايل جديد. يقول لك يبعت لك مسج على الرقم, يا اما اعمل لك فون كول. معاك بقى خبيرة امن معلومات فيعمل لك فون كول. لا والله صح 100% بالظبط بالملي. اديكوا ظهري بس وامشي كده, افتح الواتساب اخد سكرين شوتس من اللي انا عايزه واللي عايز اتاكد منه, واوحى اكتب لناس كده معينه بطريقتك بالظبط ان انا احول الفلوس ويتحول الفلوس, وافتح الواتساب تاني عادي مش عايزه. فانا عملت اللي عليا. ففي ده بيحصل, محدش يقول ما فيش حاجه اسمها ده مجالي, فبالتالي بشوف منه الويل طبعا. بشوف يعني بشوف اولاد في البيت بيصوروا امهاتهم
بيصوروا امهاتهم ويتبادلوا الصور في جروب موجود، ده تم اكتشافه مؤخرا، يعني اطفال في البيت بسبب الالعاب الاونلاين. انا برضو بحذر الساده المشاهدين والاهالي ان اي اولاد عندكم ما تسيبهمش لوحدهم على لعبه اونلاين، لان الالعاب الاونلاين دي بيكون فيها ناس كبيره زي وزي حضرتك مش عارفين القصد منهم ايه. طبعاً يعني واحد عنده مثلا 40 سنه بيلعب مع طفل عنده 10 سنين طب بص يا بابا، طب انا هدخلك عشان اديك كوينز حلوه عشان خاطر ايه كده، بس هدخلك جروب على الواتساب خش معايا فيه، فبالتالي هيخش معايا هيلاقي الصور، طب وريني اختك، طب وريني مامتك، طب وريني كده، طب شوف دي شوف دي. ده تم بالفعل حصل. طبعا نشكر وزاره الداخليه رقم 108 على الجهود العظيمه اللي بيعملوها في ضبط الحاجات دي. طبعا يعني لو اي حد بيتعرض مثلا يا احمد لابتزاز على الانترنت برضو مهمه قوي نقوله. طبعا في بنات بتخاف تقول لاهلها فيعملوا معاهم اكشن منفعل او حاجه. طبعا في رقم معين فعلا ده ال 108 ده اللي نتصل بيه، ده الرئيسي في حاجه الداخلية. اي حاجه حصلت عمليات ابتزاز او حد بيستغلنا على السوشيال ميديا نكلم الرقم. طبعا رقم 108 مباحث الانترنت بكل سريه تامه بيتم الحل الموضوع ده. مش عايز اي بنت تخاف لو اي حد حصل لها كده خالص. ودايما برضو الابتزاز ده طبعا عايز له حلقه لوحده لانه موضوع كبير جدا، ولكن انا هقول خطوتين ثلاثه منه لو حصل لك ابتزاز. او على فكره الابتزاز بيحصل للرجاله اكتر من البنات، دي برضو معلومه انتوا هتستغربوا منها ازاي الراجل ما يعبوش حاجه ومش عارف ايه دايما بيتقال كده. والله اكتر الحالات اللي بتجيلي رجاله. ازاي؟ ان الراجل بيشوف بنت عجباه على الفيسبوك فبيخش هي تكلمه، طب تمام تعالى فيديو شاتنج، بتحصل بينهم فيديو شاتنج، هو بيكون واحده على السوشيال ميديا وهو اصلا راجل، فبالتالي بيطلع له فيديو مسجل ان هي، او يقول له المايك بويز انا هكتب لك، ويخليه يعمل حاجات مش كويسه على الكاميرا كرجل ويصورها له وياخد الفيديو يبتزه بيه. كارثه. طبعا كارثه ده اكتر من البنات. فلو حد حصل لا قدر الله معاه كده ما يدفعش اي جنيه للمبتز ده نهائي، ويتجاهله وياخد 10 من صحابه يبلغهم انه تم اختراق حسابه عشان ما حدش يرد على الراجل ده لو حد بعت، لان هم الناس بتعمل كده كتهديد. لكن يتاكد 100% ان الفيديو ده عمره ما هينزل على المنصات لو 3 ثواني، لان دلوقتي بالاي اي والذكاء الاصطناعي الطرق البحث في الشركات اتطورت وبقت اسرع، فبالتالي اول ما ينزل فيديو اباحي لا قدر الله على الانترنت لحد بيتقفل في وقتها ما بينزلش اصلا. فدي يطمن منها. طب عايز اسالك، دايما كتير قوي بتحصل الناس بتكتب ان هو تم اختراق حسابي او ابتزازي بطريقه معينه من خلال ناس بره مصر. في الحاله دي بتختلف؟ يعني ان انا دلوقتي لو حد بره مصر ويقول لي حولي لي على حسابي كذا، الناس اللي بره مصر دي اكتر ناس بتعمل كمان هاكينج من اكتر. طب انا ممكن اسال حضرتك سؤال، هو ازاي عرفتي ان هم بره مصر؟ ما اعرفش، اجانب مثلا لو راحت كشفت من الحساب بتاعهم الاي بي خالص. اي بي كل ده بيبقى موك لوكيشن مزيف، بيبقى رقم وهمي من الانترنت، فاحنا ما نقدرش نقول بره مصر ولا جوه مصر، لان يعني اغلبهم اصلا بيكونوا هنا ومزيفين نفسهم الاغلب. فدي احنا ما نثقش ان دام في رقم جاي من بره مصر واحنا كده شركه بنتعامل معاها عالميه، لا الكلام ده كله غلط طبعا. ده كله عن طريق الهندسه الاجتماعيه، بيخلوكي يعني بيضحكوا على الهويه البصريه بحيث ان انت تشوفي الموقع على طول، زي مثلا الايميلات اللي بتيجي. مثلا انا اسمي احمد، ممكن يحط لك بدل الاي اي مثلا وتعدي بنفس الميل بنفس كل حاجه. طب عايزه اسالك على حاجه مهمه كمان دلوقتي، حتى احنا لسه شايفينها قريب في مسلسل من صوت وصورة. المسلسلات بالظبط صوت وصوره، وهو استخدام الذكاء الاصطناعي في ان احنا نعمل فويس نوت. انا ممكن اعمل فويس نوت بصوتك انت، صح. وانت ممكن تعمل فويس نوت بصوت لينا، صح. وانا يعني كلها بقت لخبطه. انا دلوقتي هاخد بس بصمه من صوتك، وان انت بعت لي فويس نوت هاي سهى ازيك، هاخد ده احطه على الذكاء الاصطناعي واقول بيه اللي انا عايزاه، ان شاء الله اغلط في ناس اشتمهم اعمل اللي انا عايزاه وابعت ده صوت احمد طارق، انا ماليش دعوه. تمام جدا. ده حصل فعلا. القصه دي في ناس كتير قوي مش مستوعباها ومش طيب. فاهماها، وفي ناس اللي شافتها في المسلسل قاعده تقول ده اي كلام، ده لا كلام حصل فعلا. في احمد يعني نقدر نكشفه طبعا. الكلام ده بيحصل، والكلام ده طبعا عن طريق تقنيه الذكاء الاصطناعي، ان بياخد خامه الصوت والموديل نفسه بيتدرب عليها ويطلع لك الخامه الثانيه باي حاجه تقوليها، حتى تغني بصوتك عادي مفيش اي مشكله، زي ما حصل ام كلثوم بتغني لتامر حسني وعمرو دياب بيغني كده الكلام ده، ومخصماك عبد الحليم غنى وخصماك، فانتوا ليفل الوحش يعني بالظبط. فدي المودلز دي كلها طالعه
بس دي دلوقتي احنا في ميثاق هنا في مصر ان احنا يعني دعم اتخاذ القرار، هم اللي منزلين الميثاق ده ان اي حد يستخدم مواقع زي دي يكون تحت مسؤوليته بشكل تام ويتحاسب قانونيا على الكلام ده، ان هو يعني ما فيش حد يستخدم صوت الشخص التاني وينقل كده. فالمواقع دي اوريدي موجوده على الانترنت، بس انت قاعد في البيت عايز تاكد ده اي اي ولا لا، في موقع بيتاكد بين الصور اسمه اي اي اور نوت. لو صور مزيفه، لان دلوقتي تقنيه الصور بتتزيف اكتر وادق من الصوت، دي مصيبه كبيره. والفيديوهات كمان طبعا يعني الفيديوهات قولي بنقدر نكشفها يعني لو انا لو مونتير كويس وشاطر هيقدر يعرفها ان دي مثلا اي اي ولا لا. فدي سهله، دي تتكشف دلوقتي، بس اوريدي في المستقبل مش هنعرف نكشف ده، لان دلوقتي مش هنعرف نكشف ده. وفي اهالي وفي ممكن بنات تقع في مشاكل كبيره، ناس تبقى تصدق الفيديوهات والصور. انا مهم عندي الصور قوي، لان في يعني حوادث كتيره وقع حصلت انه مثلا بنت تركب لها صور مش كويسه واهلها من الصعيد ووقفوا وقفه كبيره طبعا. وطلعت في الاخر اي اي. فالموقع ده بترفعه الصوره وبيبان ان هو متدخل فيه عنصر ذكاء اصطناعي ولا عنصر بشري. فدي نقطه مهمه جدا. بالنسبه للصوت، الصوت برضو ما نصدقش اي حاجه خالص غير من المصدر. لحد دلوقتي في مودلز شغاله ان هي تقدر برضو ترفع الفويس ده على الموديل ده او الموقع التول بتاعه الاي اي ويكشف لك ان هو اي اي ولا لا. فده لسه بيشتغل عليه. ده إيه؟ لسه مش ما فيش حاجه دقيقه قوي ان هي تبان عليها، ولكن لسه هم شغالين عليها باذن الله. اول ما يحصل تجارب من ناحيتي بحيث ان انا اكون متاكد جدا من المواقع الجديده، لانه بحر الذكاء الاصطناعي كبير جدا، هيتم طبعا الاعلان عنه ان شاء الله. طيب انا برضو انت كنت عايزه اسالك كنت عايزه اسال احنا قاعدين بقى لنا كتير قوي بنتكلم عن المخاطر والمساوئ، والذكاء الاصطناعي ده بيعمل حاجات وحشه كذا وكذا وكذا، وممكن يبدل صور ويبدل فيديوهات ويغير صوتي واعمل بيه كوارث. بس اكيد في الجانب الثاني فهو ليه مميزات كتير وهيسهل علينا حاجات كتير، وليه كل حاجه ليها البنفيتس بتاعتها. ايه بقى مميزات الذكاء الاصطناعي؟ في ناس شغلها قايم اصلا على الذكاء الاصطناعي، يعني ده شغلها وحياتها يعني. بالظبط، اكيد ليه حاجات تانية كتير بتميزه هتخلينا نستخدمه بطريقه مفيده. صح. طيب الذكاء الاصطناعي ده انا دايما بسميه ذهب المستقبل. يعني هو نعمه من نعم ربنا اللي عندنا بجد، يعني بصراحه بيخدمنا في حاجات كتيره جدا. والذكاء الاصطناعي ده هو نار المستقبل برضو، النار زمان اللي اكتشفوها عملت حاجات كتيره قوي، دخل في حاجات كتيره، هو ده دلوقتي، لانه ايجابياته اكتر من سلبياته. واللي احنا فيه ده كله يا جماعه، لو تاخد صوت ده وتلعب بصوره دي، ده كله مش الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي داخل في حاجات اكبر من كده بكتير، اهم من الحاجات التافهه. لا، حاجات تافهه فعلا. يعني احنا دلوقتي 10% من موضوع الذكاء الاصطناعي بس، حتى ما كملناش 10%. موضوع الذكاء الاصطناعي داخل في الطب، في الاكل والشرب طبعًا، في التعليم، في الشركات، زي ما حضرتك قلت في ناس موظفاها. يعني انا شخصيا موظف الذكاء الاصطناعي في شغلي في كل المجالات اللي هي التخصصات اللي انا فيها، وبيخدمني بشكل كبير جدا. وبالعكس خلى التوظيف عندي بنسبه اكبر. ليه؟ لانه اصلا ما لغتش العنصر البشري، لانه كده كده عمر ما الاله تتغلب على صناعه. هو الناس اصلا بقى خايفه من المعلومه دي، تقول لك احنا هنقعد في البيت والذكاء الاصطناعي ياخد شغلنا يعني خالص. انت شايف ان ده مستحيل؟ مستحيل، لانه عمر ما الاله تتغلب على صانعها مهما كان ايه نوع الاله دي. الفكره كلها حتى شات جي بي تي نفسه، احنا طبعا مش يعني انا مش عايز اتكلم على شات جي بي تي لانه اتهرس قوي والناس كلها بقت عارفاه، بس انا عايز اقول بس كمثال. بس الناس كلها بقت تستخدمه في شغلها فعلا. طبعا، بس يلا اعمل لي برزنتيشن على التطوير برنامج عيش سعيد. هوبا. ايوه ده حلو، ده كويس جدا. بالظبط، بيتعمل. هنا بقى نيجي عند نقطتين، انه شات جي بي تي ما يقدرش يخرج عن مساره. يعني هو ماشي مبني على مسار اللي هو 4.0 و 3.5 المجاني، وال 4.0 هيتحدث اكتر من كده. مبني على المسار ده ما يقدرش يخرج من خلاله او يجاوب على اي حاجه مش كويسه. او حتى لو سالتيه مثلا ازاي بتخترع مثلا اي حاجه مش خطر مثلا، يقول لك لا انا مش من مساري ان انا ارد على الاجابه دي. فدي نقطه مهمه لازم كلنا نعرفها. عنده مبادئ، اصول. ابن اصول مش ساعات والله، يعني ما بيكونش لا كويس، بيزيف شويه تواريخ كده بس. يعني انا هو ده بسبب انه البيانات اللي فيه لحد 2023 بس. فلسه ففي جوجل عمل لنا موديل جديد، مش جوجل بارد كمان، في جيميناي ده من شركه جوجل، هيبقى اقوى موديل في تاريخ البشريه نزل. حتى صوت وصوره، يعني في الموديل الجاي هتحطي مثلا صوره بطه صغيره لعبه، او صوره مثلا كوره، يقول لك دي كوره،
طب انت عايزها فين؟ عايز اوظفها لك فين؟ طب انت ممكن تلعب كوره مع اصحابك بالطريقه دي، طب كذا، يعني حقيقي خيال جدا، وهيبقى معاك 24 ساعه كانه موظف تبعك، تقول لك تعمل ايه في المشكله دي وتعمل ايه في المشكله دي. شات جي بي تي انا موظفه اوريدي في شغلي ان هو يامن اكتر من 6 اجهزه عن بعد، ويدي نصايح دايما، والنصايح دي تاخد من الذكاء الاصطناعي ويتم توظيفها عندنا، بحيث انه السوشيال ميديا تيم، كريتيف تيم، يجرب المعلومات بتاعته، وفي نفس الوقت يشوف هل هي دي تمشي معانا ولا لا. فده توظيف لوحده، لان عندنا عنصر جديد موظفينه في الموضوع ده. فدي نقطه مهمه، ان انت لازم تشوف الادوات بتاعه الذكاء الاصطناعي عندك وتوظفها في حياتك. طب في بحر ادوات، يعني في بحر زي ادوات زي ايه مثلا؟ مثلا انا هختصر عليكم بحاجه كويسه جدا، انه مثلا في ناس كتير قاعده في البيت بتشوفكم، طب انا ازاي، يعني ايه ادوات، يعني ايه ذكاء اصطناعي، يعني ايه انا اخد دي واوظفها، يعني ايه، يعني ايه. في موقع اسمه AI tools.fyb، الموقع ده بيشمل اكتر من 2000 اداه، يعني 2000 حاجه بتخدمك. اداه يعني حاجه هتخدمك، 2000 اداه. فتقول له انت شغال ايه، انا مثلا شغال فوتوغرافر مثلا، يبقى انت هتحتاج 5-6 ويب سايتات هتخدمك في الشغل ده. حلوه قوي. اه طبعا. ميد جورني بتاع الصور، شات جي بي تي عشان يطلع لك افكار تانية، اللي هو شو بيك لو بيك، اساعدك ازاي بالظبط كده. ايوه الفانوس السحري ده من الاخر، في كل حاجه. حلوة. فانا مش طب ده مفيد. طبعا ما حدش اتكلم عن الموضوع خالص ده. لا لا مفيش حد بيتكلم عن الحاجات دي حتى في اي برامج، يعني انا صح. بتجيب الحاجات اللي هي بتخدم الواحد بشكل عام وبشكل تقني. ممكن نقول تاني AI tools.fyb. طب الموقع ده مجاني ولا بفلوس؟ لا، هنا بقى هنقف عند نقطة كويسة قوي. كويس ان حضرتك قلت السؤال ده، لاني اقتصادية يا سهى. لا كويس جدا، فكري بدماغ اقتصادية استراتيجية. لا النقطة دي فعلا مهمة. مهمة بمعنى الكلمة. ان ازاي في ناس فاكرة ان المواقع المجانية اللي نخشها، لا انا عايز اشيل بقى الفكره دي من دماغ الناس كلها، لان احنا في 2024 وفي مطالع اغلب ادوات الذكاء الاصطناعي الصحيحه بفلوس. بفلوس. وادفع فلوس عادي على مواقع موثوق منها عشان تاخد الخدمه، مفيش حاجه هتخدمك ببلاش. ببلاش اعرف انه 70% منه ممكن ينتهك بياناتك وخصوصيتك، وبيستغل ترند الذكاء الاصطناعي. فالموقع ده وظيفته انه بيجمع لك الداتا كلها بتاعت المواقع وتخش من عليها. بس الوظيفه الحلوه الثانيه اللي فيه ان هو فيه 3 حاجات، يقول لك الموقع ده فري، تقدري تستخدميه فري وكويس وهيخدمك. تمام. بس في موقع تاني فريميوم. يعني ايه فريميوم؟ يعني 10 ايام فري وبعد كده يقلب معاكي بفلوس، تجربي الخدمه فري ترايل في الاول. بعد كده لا، اسمها فريميوم بقى. اوكي. وبعد كده في البريميوم. البريميوم دي اللي هي دايما بفلوس، اللي هي كده اول ما تخشي هتدفعي عشان تستخدميه. فدي بتبقى المواقع البرو اكتر. طب بارد اللي هو في جوجل، ده بارد ده كويس يعني؟ كويس بس لسه يعني مش قوي يعني. حصل على لا مش قوي، انا ما حبيتهوش بصراحه. اكتر من يعني شات جي بي تي كان احسن لحد دلوقتي. ولكن جوجل تمتلك اكبر محركات بحث في العالم. فمحركات البحث اللي موجوده في جوجل دي هيعملوا منها اللي هو جيميناي ب3 موديلات، ولسه احنا شغالين على اول موديل، وتاني موديل هنشوفه، وتالت موديل اللي هو الفيديو كول. ده المستقبل المرعب فعلا. طبعا. ليه بقى مرعب؟ ليه؟ لانه تخيلي مثلا فاتحه الفيديو كول مع الشات موديل او الشات روبوت، وتوري له مثلا لوحه عيش سعيد دي، يقول لك ده تي في بروجرام او برنامج تلفزيوني. مثلا عايز فكره عن البرنامج ده، او عايز اغير اللوجو ده، مع انه لوجو حلو بس عايز اغير اللوجو ده، يجيب لك لوجوهات كتيره وانت على الصوره، ويساعدك في كل حاجه. ده لسه، ده انا في حاجات مش عارفها، يعني في حاجات لسه هم ما اعلنوش عنها بطريقه رهيبه. يعني مثلا ترسمي له بحر، يقوم هو عامل واخد الورقه دي يلونه لك ويحط لك فيه سمك ويحط لك مش عارف ايه. يعني اللي هو بيعمل لي كل حاجه، كل حاجه حرفيا يعني وعملي. طب عايز اسالك دلوقتي، زي ما كنا بنقول من شويه ان في ناس كتير خايفه على شغلها، وانت قلت لا محدش يخاف على شغله يا جماعه، برضو في الاخر الحاجه اللي احنا صنعها الانسان مش هتتغلب على الانسان. حلو. طب ايه الوظائف اللي انت شايف ان هي فعلا ممكن الـ AI ياخد مكانها وتمام كده، كفايه اصلا الوظائف دي؟ طيب. تخيل ان هي ادمت وممكن الـ AI يحل محلها والناس تشوف يعني شغلنا تانية احسن. طيب. احنا معانا وقت في البرنامج عشان اقول لك 120 مليون وظيفه هتنتهي في المستقبل. اصلا 120 مليون وظيفه هتنتهي في المستقبل. هلا قول لي كده يا احمد، هم المذيعين قاعدين ولا مكان؟ المهم نامن نفسنا بس. طيب. انا هقول لك على حاجه بس ما تقلقوش، طبعا في ناس ممكن تتخض من الرقم ده، لكن المستقبل ده اللي انا بتكلم فيه برضو 2030 اللي هو بعد كام سنه. بجد؟ طبعا. على مدار كده في وظايف كتيره جدا
ممكن هتختفي. ما تعرفهاش هتختفي لكن في وظائف هتتخلق برضو 140 مليون وظيفه جديده هتتخلق قصاد ده شفتي اكتر منها. أيوة لو رجع بالزمن لورا بس كل اللي هيتخلق جديد ده بقى الوظائف الجديده دي تخص تكنولوجي فانت لا. لو بعيد مش هتواكب خالص. صح بالعكس الوظائف الجديده اللي هتنزل دي هتكون مستبدله من الوظائف اللي اتلغت والاماكن البشر هي موجوده بس هتتبدل اماكنهم. هنا بقى هنقف عند نقطتين اللي مش هيطور من نفسه هقول مثال على ده اللي مش هيطور من نفسه ويخلي اعتماده كله على الآلة واكتب لي ورد لي على الميل ده واعمل لي ده وكده واعمل لي الواجب ده وروح عليه لانه خلاص بقى متاح لك كله خلاص. لا انت قلت حاجه مهمه جدا يعني. دلوقتي برضو انا شفتها بعيني يعني دي بجد شفتها بعيني ان الطلاب كتير بقوا يحلوا الهوم ورك الواجب بتاع المدرسه بتشات جي بي تي. شفتيها ليه حل بقى؟ لا انا ما صدقتش نفسي هو بيحط صح. الواجب ويا ريت كمان بيكتبه ولا بيعمل اي مجهود الشيت بتاعه الواجب اهي هصورها بالموبايل شات جي بي تي هيحلها كلها. انا يعني انا بقدمها كمان سوفت كوبي فانا باخدها زي ما هي كده اقوم عاملاها في الميل للمدرسه شكرا مع السلامه. لا بس هو ما قراهاش ما شافهاش هو صورها بالموبايل واتبعتت بالميل وخلاص شكرا. لا دي كارثه يعني. طبعا. طيب ده بالنسبه للواجب والطلاب في الجامعات والمدارس وكده. المدرسين ليهم برضو طرق للكشف عن الواجبات دي زي اي اي اور نوت بيحصل هو بيعمل الريزلت الاخيره طبعا ولا ستيبس؟ لا كله ستيبس زي ما انت كله عايز كله في حته مخصوصه للهوم ورك يعني هو في كده او كده اصلا ده فبيجيب لك الموضوع الموضوع بالظبط الموضوع كبير وسع قوي مننا فانا صعبان عليا ليه؟ انا لو في وقت ما كنت طالبه كان هيبقى بالنسبه لي الموضوع ده خطير وايه الجمادين ده هيحل لي الواجب بس ما انا عارفه يعني. بس انا بتكلم دلوقتي بلسان الطالب ماشي بس انا حاطه نفسي دلوقتي كبارنت او اهل لسان الاب والام فانت كده بيعدي عليك سنين الدراسه وانت ما اتعلمتش حاجه اهي سنين وبتعدي دي مشكله بقى كبيره احنا كده لغينا الطلاب والجيل ده بالكامل ففي قصاد ده شات جي بي تي وغيره قصاده برضو في برامج بتكشف الحاجات دي كلها اللي احنا قلناها فدي نقطه مهمه لازم المدرسين والمعلمين تستخدمها لان فعلا بقى بيحصل كده كتير قوي فدي نقطه شات جي بي تي ونقطه اللي هي ان احنا ازاي نكشف بالموضوع ده في نقطه كنا بنتكلم عليها من ناحيه شات جي بي تي ومن ناحيه جوجل بارد والموديلات الجديده احنا وظايف لو هنرجع بالزمن لورا احنا هنلاقي مثلا كان في واحد بيمشي على البيوت يخبط ويصحي الناس اللي هو الساعي المنبه كان غير المسحراتي بيبقى طول الوقت يعني تعالى يا فلان صحيني الساعة 9:15 يجي 9:15 يخبط على الباب قوم يلا الوقت جه ده كان زمان سامع كده ما حضرتوش ده انا ما حضرتوش برضو بس انا سامع ان كان في الوظيفة دي فالوظيفة دي اتلغت واتفتح مكانها شركة ساعات كبيرة موظفة بني أدمين البني أدمين حتى الراجل ده شكله راح اشتغل جوه الشركة ده أكيد ده أول واحد يقدم على الوظيفة بالظبط فدي ده بقى مثال حي للذكاء الاصطناعي اللي بيحصل دلوقتي فدي نقطة فانت قصدك اللي هو لا ما فيش شغلانات تختفي هيتخلق مكانها وظائف تانية طبعا يعني 60% من أطفالنا اللي دلوقتي معانا هيعيشوا مستقبل ووظائف جديدة احنا ما نعرفهاش يعني ما تستغربوش لما تلاقي حد دلوقتي بتشتغل ايه قول له انا خبير شات جي بي تي في كده في وظيفه دلوقتي اسمها كده يعني ايه خبير شات جي بي يعني انا بشتغل لك بشات يعني جي بي لما تي. ايه يوجعني اجي يا دكتور ده زي دلوقتي الاي تي يعني زمان كان الاهالي لو قلت له بشتغل اي تي يعني ايه اي تي ايه اي تي ده يعني المهندس ده بيعمل ايه غير ان هو انفورميشن تكنولوجي بالظبط هو مش فاهمين زي في وظايف دلوقتي اهالينا بيستغربوا يعني ايه مثلا كرييتيف تيم يعني ايه مش عارفه في حاجات كتير قوي ايه الاتش ار ده ما كانش اسمه اصلا ولا البلوجر مثلا شغال ايه شغال بلوجر على الانترنت مثلا انفلونسر في دلوقتي مليون وظيفه جديده برضه محدش طبعًا. من اهالينا بيستغربوهم بيقولوا ايه ده انت مين انت بتاخد فلوس من النت وكده طبعا يا حاجه خليه يسترزق من النت هو ده فعلا بيحصل في ناس كتيره جدا اهاليهم بتحاربهم ان هم يروحوا يشتغلوا في شركه وينزلوا الساعه 8 الصبح ويخلصوا الساعه 5 ولا غيره لا دلوقتي مفيش كده انت والله تقدر تدخل فلوس دخل فلوس بس طبعا تكون قانونيه وبشكل صحيح ففي كده كتير احنا اتكلمنا على ازاي نحمي تليفوناتنا من الهاكرز والحاجات دي بس عايزه اتكلم على ايه الحاجات اللي بيستفيدوها طبعا انا مش مع الهاكرز بس هو انا ليه تليفوني يخترق حلو. يعني الهاكر ده استفاد ايه
طيب الهاكرز في منهم انواع كتير جدا تمام. في نوع اسمه الايثيكال هاكينج او الهاكر الاخلاقي بالعربي. الايثيكال هاكينج اللي هو زي مثلا انا دارس الموضوع ده ان انا بتوظف في شركه مثلا والشركه دي بدور على ثغرات فيها اخترقها بالفعل عشان خاطر اقدر اسدها ادور عليها واسدها اقول لهم تعالى يا صاحب الشركه الثغره دي موجوده بتتسد بكذا كذا كذا ودي علاجها. ده الايثيكال هاكينج. في البلاك هات والوايت هات والجراي هات، الحاجات دي برضو من ضمن اصناف البلاك هات. دول بقى اللي هم بيعملوا ايه، بيشوفوا الثغره فين او عندك ثغره او واخد البيانات، احيانا ممكن اخدها بيعها لو انت شخص مهم او اخدها ابتزك بيها واخد فلوس او اخدها يكون جمع بيانات، ان احنا في عصر من يملك البيانات فهو الاقوى يعني. ده طبعا ففي انواع كتيره قوي، فبالتالي هو يا اما انت تدفعي له وبرده ما يديكيش حاجه، او يا اما انت بتستني منه مقابل عشان يقول لك انا دخلت ازاي. فدي الموضوع نقطة. يعني ربنا موضوع كبير يحفظنا كلنا، بس ده بالبلدي كده زي ما بيقولوا. احمد بجد نورتنا وفعلا حطيت ايديك على كم موضوع كده يمكن احنا مش واخدين بالنا منه. ناس كتير بتفتح حاجات هي مش واثقه فيها او تدخل على مواقع هي مش عارفه قد ايه الموقع ده ممكن يدمر لها حياتها. صح او صح. موبايلها، والموبايل هو حياتنا، فاحنا بقينا ناخد الموبايل معنا الحمام، فدي كارثة سودة برضو. صح. يعني فبشكرك جدا على المعلومات الحلوه. شكرا. دي وان شاء الله اكيد تنور في حلقات تانية ان شاء الله. كتير. شكرا. شكرا ليك يا احمد، نورت لي. عيش سعيد، وفعلا قلت لنا معلومات مهمه جدا. وخلي بالكم الاكواد اللي قالها لازم تكتبوا وراه كده وتجربوها في موبايلاتكم وتشوفوا هل حساباتكم او التليفون بتاعكم مخترق ولا لا، وان شاء الله ما حدش يتعرض ابدا للحاجات إن شاء الله. دي شكرا ليك نورتنا. خلينا شكرا. نروح لفاصل صغير ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. ولسه مكملين معاكم عيش سعيد، وفقرة يا جماعة مهمة جدا 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 للناس اللي بتهتم يكون عندها لغة تانية. طبعا احنا لغتنا الاولى هي اللغة العربية وده اكيد ما فيش فيه جدال او كلام، لكن احنا من واحنا في المدرسة بناخد لغة تانية، في ناس بتاخد انجليزي، في ناس تاخد فرنساوي، بس النهاردة احنا هنكون مركزين شوية في اللغة الانجليزية. وشباب كتير جدا ممكن تكون اتخرجت خلصت المدارس وعملت كل حاجة، بس بتكتشف بعد كده بتتصدم في الواقع لما تشوف أفلام وتشوف أفلام على منصات وتقابل ناس مثلا من بلد مختلفة، تلاقي إن الأكسنت بتاعتها أو طريقة نطقها للغة الإنجليزية مش زي الأفلام. طب أنا ليه مش بنطق زيهم؟ ليه مش بعرف أتكلم زيهم؟ ليه أنا في المدرسة بعد السنين دي كلها برضو مش عارف أتكلم لغة إنجليزية بطريقة فلوينت، يعني بطريقة كده سلسة وكمان بنفس الأكسنت بتاعت ولاد بلدها نفسها؟ حاجات كتير قوي بتواجهنا ومشاكل، وممكن ناس ساعات بتترفض في شغلانات وهي جاي تقدم عليها بسبب ان هي نطقها للغه بيكون بشكل غير صحيح وبيكون عندها صعوبه ان هي تنطق الكلمات بشكل سلس. النهارده ضيفتنا اللي منورانا هي ضيفه عزيزه جدا، هي حد مهم جدا وحد شاطر جدا، وبتعمل فيديوهات على السوشيال ميديا خطيره عن ازاي نتكلم انجلش بس بطريقه بسيطه وسهله من غير ما نعقدها على نفسنا ومن غير ما نكلكعها، والدنيا بتبقى بسيطه وسهلة بس لو اتبعنا كده كام حاجة، واحد اتنين تلاتة نظبطها. كمان هي هتكلمنا وهتعمل لنا اختبارات وألعاب. بصوا النهاردة يعني هنتشقلب معاكم في رحلة كده بالإنجليش أو باللغة الإنجليزية. ضيفتنا النهاردة هي جومانا علاء، هي طبعا مدرس لغة إنجليزية جامد جدا وكمان علم صوتيات ومسرح. ازيك يا جومانا؟ ازيك يا لينا؟ نورتينا. ازيك يا سهى؟ يا جومانا وصراحة انا متحمسة جدا للفقرة كمان قوي. يعني هنضحك كتير برضو في حتة كده ولسه هنروح لها، بس يعني انا الاول قبل ما نبتدي نتكلم ونسأل، في ناس كتير قوي متعرفش ان في حاجة اسمها علم الصوتيات بالظبط، واللي هو الفوناتكس. صح بالظبط. وان بقى في طريقة جديدة خالص غير اللي احنا كنا بندرس بيها انجليزي زمان، ده حقيقي. الحاجات الحروف بنحفظها بطريقة مختلفة وليها نطق مختلف، وعشان تيجي تكتبي كلمة انت مش لازم اصلا تحفظيها ولا نقعد نعمل لها ان احنا نكتبها 100 مرة زي زمان عشان نقعد نحفظ الكلمة ودي طريقة المذاكرة القديمة بتاعتنا. دلوقتي بقى ما شاء الله الاطفال عندهم سنتين، سوري 3 و4 سنين وبيعرفوا يكتبوا
السبيلنج صح جدا بالزبط. بسبب ان هم بيتعلموا بطريقه الفوناتكس، وزي ما بتسمع زي ما بتكتب. اقعد بقى كده فصص الكلمه بتتقال ازاي سوها، فهتكتبها ازاي؟ عرفنا بتكتب ازاي. ففي البدايه كده عايزين نعرف ايه هو علم الصوتيات او الفوناتكس. اول حاجه شكرا جدا ان انتوا بتستضيفوني معاكم النهارده، نورتينا. يعني نورتينا. بحبك قد ايه سوها كمان حبيبتي. فعلا من اكتر الحاجات اللي الناس كلها محتاجه انها تعرفها، احنا ما عندناش مشكله في الانجليزي. احنا اول حاجه مصري الاكسنت اوف الانجليش ايا كان بقى، احنا كعرب عاده بنواجه صعوبه. ايه المشكله اللي عندنا؟ احنا اتعلمنا ان الانجليزي 26 حرف A B C and so on. لما بنيجي بننطقهم بننطقهم بنفس 26 طريقة نطق الوحيدين ليها، في حال ان في الحقيقة هما مش 26 صوت. فاحنا بنمزج ما بين الصوت والحرف. الحرف الواحد ممكن يبقى ليه كذا صوت، زي حرف السي. السي احنا بننطقه سي، بس لما بنيجي كلمة زي كات بننطقه ك. صح. فانا مش في ايه ده بقى، انتوا هتلخبطوني هو سي ولا في الكلاس ولا ايه يا جماعه؟ ده كلاس انا هسيب الكلاس ما اقدرش اسيب. شوفي بقى استرست على السين. ايوه بالظبط. ايوه اتكيتي على السين قوي. هي بالظبط كده الفكره. في ايه؟ انه حرف السي لو عرفنا حاجه بسيطه جدا هتعرفني ان اي كلمه فيها حرف سي اعرف انطقها صح واكتبها صح زي ما سوها بتقول بالظبط. فحرف السي لو جه وراه حرف اي او اي او واي تنطق س، لو جه وراء اي حرف تاني يتنطق ك. فاسهل مثل لده كلمه اكسنت. اول سي اتنطقت ك لان هي سي وراء حرف تاني اللي هو صح. سي تاني سي اتنطقت س لان جه وراها اي. دن. يعني لو مسكنا الساوندز واشتغلنا على الساوندز، احنا الانجليزي فيه كام حرف؟ 26، منهم خمسه بس اسمهم فاول ساوندز وفاول لاتس. خمسه باول لاتس اللي هي الحروف المتحركه. لا انا انا فاهمه. لا انا بتكلم لا مؤاخذه ليه، علشان هي بس بتقولها بطريقه كده مزيكا. يعني هي مش بتقولها زينا يا جماعه. لا انا هي دي كده في حاجه. هو ده الانجليزي اللي احنا بنتكلمه. شغل فنادق واقف عليه. لا انا مش قصدي والله معناها ايه، انا فاهمه معناها كويس. ايوه طبعا لسه كنت بذاكر للعيال وكده. لا انا قصتي في حته ثانيه. انت نطقتيها فعلا هي مزيكا حاجه ثانيه. لا بصي اتكلمي اتكلمي يا جمانة. لا انا هسمعك. احنا ممكن نسكت في الحلقة. هتقولها المايك لما بنبقى مستضيفين مغني يعني عشان تطربنا كده في غنى. ايوه بالظبط. هو الفكرة ان في خمس حروف بس هم اسمهم الحروف المتحركة، زي في اللغة العربية حروف متحركة وحروف ساكنة. اوكي. الحروف المتحركة دي هي دي المعضلة بتاعت الانجليزي. خمسة. ازاي بقى؟ من ال 26 الخمسة دول لوحدهم ليهم 20 طريقة نطق مختلفة. فحرف الـ A كلنا بننطقه زي كات. خلينا ماشيين في كات لغاية لما تزهق. بالظبط. لكن هي في الحقيقة في كات في زي أبل، في آ زي كا بالبريتش أكسنت. الـ AR الـ R أصلا ما بتتنطقش. في حروف ما بتتنطقش وحروف بتتحول وحروف. يعني مثلا الـ ED عندنا كمصريين اسكد، اي اسكد هيم. اي اسكد هيم، اي اسكد هيم. طب نرجع للمشكله. لو احنا اعتبرناها مشكله، ما بحبش اقول ان احنا عندنا مشكله، هي مجال للتعلم، مجال للتطور. الاي دي دي ليه انا بنطقها اسكد؟ والله لو رقصنا لها ينحق القول، عمري ما هنطقها اصت صح لو فضلت مصر اني انطق الدي اللي في الاخر. طب الاي دي اللي في اخر اصت دي بتتنطق ايه؟ تي اصلا. ففي حروف بتتحول. احنا مش فاهمين ليه اللي احنا يعني في ناس كتيره قوي بتجي تقولي جمانه، بيبعتوا لي على الفيج يقولوا لي جمانه انا الكلام لو مكتوب قدامي اقراه وافهمه حلو قوي. لما بسمعه في فيلم زي مقدمتك يا لينا. ايوه فعلا بنلاقي ان هم بيتكلموا مش زي ما احنا انا مش فاهم. بس لو شايف تحته الكلام ترجمة. مكتوب هبقى فاهم كويس قوي. ليه؟ لان احنا تعودنا نقراه بالانجليزي بتاعنا احنا. اللي هو بنطق كل حرف بال 26 صوت اللي اتعلمتهم لكل حرف في بس في المدرسه. لكن لو عرفت ان في صوت ساوند سهله جدا بقى هنلعب لعبه تعالوا تعالوا. ممكن نحط ايدينا على زورنا من هنا. الساده المشاهدين في كل مكان يا ريت تستعملوا زي ما احنا بنعمل بالظبط. حط ايدينا هنا. تعال نقول في اي فايبريشن؟ لا لا. طب نقول في فايبريشن؟ يس. حلو. لو انا قلت اي ساوند قبل الاي دي والساوند ده كان فيه فايبريشن هنطقها دي. لو مفيش فايبريشن هنطقها تا. تعال نقول ك ك ك
في فايبريشن؟ لا لا دي نطره الهواء. في فايبريشن؟ لا لا يبقى الاي دي هتتحول لتي فهنقولها اسكت. اسكت برافو. اوكي اسكت اسكت اكسلنت. اوكي هي الفكرة في إيه؟ ممكن حاجات عبيطة جداً تسهل علينا جداً جداً معظم الحاجات ومش محتاجة أقعد أحفظ قوانين ورولز. في طلبة عندي أنا في الجامعة كانوا بيبقوا بجد جايين شاطرين وبحبهم جداً وبوجه يعني تحية كبيرة لكل الطلبة بتوعي، بيبقوا من كتر مذاكرتهم يقعد بقى يكتب في لينجويستكس مثلا، لما كنت بدرسهم لينجويستكس او فوناتكس يقعد يكتب الساوند ده لو جه مع الساوند ده او اللتر دي حرف السي اي اي واي بس كذا. طب كذا كل بقى الشارت يقعد مش محتاج اهو انت الساوند اللي قبل الاي دي طلع فيه فايبريشن يبقى هننطقها ده اللي فيها فايبريشن. انت تي ودي في فايبريشن مفيش فايبريشن، ده في فايبريشن في فايبريشن، يبقى اللي قبلها تبقى زيها بس متسحبين جايين ورا بعض خلاص. بس الدنيا سهله جدا. لا بس ده احنا ما خدناهوش في الكلاس يا جمانة. لا احنا ما خدناهوش في الكلاس. ده كلاس وده كلاس وده كلاس. طب ما تيجوا نشوف. احنا يا جمانة بس معلش انا مش عايزاكي تلقطي مننا اي حاجه، انت جاي نلقطي عشان احنا اللي هنلقط منك لكن لا انا جايه لكم نقطه جاهز ما تقلقيش. خلينا بقى هنشوف كده حاجه في السكرين الطريقه المختلفه. احنا ما خدناهوش في الكلاس ليه؟ لان زي ما كنا بنتكلم احنا في الكلاس خدنا ان 26 حرف خليتهم 60 في لحظه. 26 حرف ليهم 26 طريقه صوت. في الحقيقه الهيروغليفي اللي احنا شايفينه قدامنا ده اسمه الاي بي اي انترناشونال فونيميك برونسيشن اور الفابت. مثلا الساوندز ما عند مش موجوده هنا، اللترز مش محطوطه اي طيب حرف الاي هنا هنلاقيه فين؟ في الجزء اللي فوق. في داي لما جه ورا واي ات دي اند اتنطق اي فوق خالص على اليمين، شايفه الكورنر اللي جنبه اسمه اي داي. طيب حرف الاي ممكن نلقطه فين تاني هنا؟ في ريد. مش هنطقها رياد اول صح. واحد خالص صح. ما بقتش بنطق حروف انا بنطق اصوات. الاي أوكي. لما جه جنبها اي عملوا ساوند اسمه اي، بضحك قوي كده اي ريد. عارفه واحد رخم متضايقه منه كده ريد، عمري ما هعرف انطق الاي بالشكل ده لو ما ضحكتش قوي كده. ايه الساوند اللي بعده ست، ايه اللي بعده او، لازم بقى يبقى راوندد يعني شكله مدور. اوكي او لو انا عايز انطق الساوند اللي بعده او فور لونج هعرف ازاي افرق بين الاصوات دي كلها يا جماعه؟ دي كتير قوي، هي شكلها كتير لكن لو بصينا الاول صوتين بس مثلا هنلاقيهم شبه بعض بالظبط، بس واحد فيهم في جنبه نقطتين فوق بعض معناها اني بقوله لفتره او لمده زمنيه اطول. اوكي فاي ضحكت قوي طب ايه هقوله بسرعه لقطه سريعه اي ست. طبعا احنا عندنا ست اي كلب معانا نقوله ست يا روي ست. هو مش ست خالص. هي صراحه هي ست ست ست. نفس الحكايه مع او وو، مين فيهم اللي صوته اطول؟ او او برافو زي تو تو. عرفت منين؟ النقطتين اللي فوق بعض. الثاني هنطقه بشكل نفس الصوت بس بصوره اقل او. الاثنين شبه حرف اليو، فبدل ما اقعد اتعب نفسي طب انا هعرف اصلا يا جمانه طريقه نطق الساوند ده ده حرف ايه شبه حرف ايه الصوت ده؟ طبعا انا بقوله ده غير علمي خالص، ان انا هقوله حالا ده مش علمي خالص. بس ده شبه ايه بالظبط؟ ده شبه ايه؟ شبه حرف اليو. انت يو راوندد او او ده. اوكي يو جات مي. الفكره كلها في الساوندز دي. احنا مشكلتنا ان احنا اتعلمنا ان في ب و ب. طب تعالوا بقى نبص على التقاليد الشارت دي شويه لو سمحتوا. سياده المخرج احنا محتاجينها معانا دلوقتي. لا انا كنت عايزه اكلمك انت تتكلمي دلوقتي في حته البي والبي. بصي دي كارثه فضائيه، كارثه كونيه. وانا بحس كمان يا لينا ان لو ما اتعلمتهاش وانت صغيره عمرها ما تتعدل ما تظبط معاكي. طب يلا نظبطها. في ناس بتكون يعني بتقول لك سبايدر مثلا بلاي ستيشن. على فكره هم مش غلطانين. هم ممكن ما تاسسوش صح. لا احنا بصي انا هقول كلام يا جماعه اي حد من زمايلي او اي حد يعرف كلام جارح يعني ما تزعلوش من اللي هقوله، لانه عاده احنا كمدرسين انجليزي او متخصصين عاده بنبقى ضد اللي انا هقوله دلوقتي خالص.
بس انا شايفه ان احنا كمصريين بصفه خاصه وكعرب بصفه عامه شاطرين واذكياء جدا. لما اخترنا نبدل اصوات ببعض اخترنا اصوات الفرق بينهم هو الفويسز ولا فويس زي ما احنا عملنا دلوقتي لا س ز. فمثلا هننطقها ازاي او نحط الحوار الورقه هنتنفس احنا هنعمل حاجه سهله جدا نفس نكتم نفسنا ندخل شفايفنا لجوه عارفه نفس عميق انا بوم انا حديد عارفه عارفه بطرد شفايفي البر اوكي باريس باريس بوست بوست بيوبل بيوبل لو انا بقى ما طردتش شفايفي البر هنطقها ازاي ب في الحالتين انا بستخدم نفس الشفايف شفايفي الاثنين والهواء مره اني بيبقى عندي هواء وبطرده فبيطلع هواء كتير فما بيعملش صوت هنا مره ثانيه ما بيبقاش فيه هواء فبقول ب طب انا بقى عندي ناس عندهم مشكله بالعكس يعني ما بيقولش بوك بينطقها بوك بتحصل لا لا بنشوفها هعملها ازاي نادي على بابا قبل ما تنطق اي كلمه نادي على بابا بابا بوك ما هو محدش هنا بينطق بابا هي انا دماغي من كتر ما انا عايز من غير ما ابقى واعي من كتر ما انا عايز اصلح البي نطقها فحولت البي لبي كل البيهات بقت يعني ممكن تتصلح يا جمانة يعني ممكن حد يكون وصل لمرحله اللي هو كبر بقى في جامعه او بيقدم على وظيفه وبينطق غلط نقدر نصلحها 100% بالبراكتس ولا بتبقى بايه براكتس في ثلاث حاجات اول حاجه حاجه احنا هنلعبها كمان شويه مش عايزه احرقها اللي هي تانج تويسترز فمثلا في البي والبي بما اننا جبنا سيرتهم زي ارنب انور في منورنا وارنب انور في منورنا انا مالي بشكلك انت ايوه بالظبط انت ايه اللي عملته ده هي مشاكله هو انور اتحولت في الانجليزي ماشي فنفس الحكايه عندنا لما ببقى عايزه اكد على ساوند معين عندنا حاجه اسمها تانج تويسترز بنستخدمها للساوند ده نقعد نقراها كتير ونسمع نفسنا احنا بنقولها كتير زي البي والبي اللي احنا قلناها فبقول بيتا بايبر بيكت ا باك اوف بيكلد بيبرز اتجاه اقامه ولا فيستور 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 هو انت بعد اللي قلتيه ده انا حاسه انا تعبت ايه اللي انت قلتيه ده ضحكتيني يا ساره في ترجمه هتنزل ولا احنا مكملين كده بيتا بايبر ده اسم واحد اسمه بيتا اللي هي الار في البريتش اكسنت مش بتتنطق الا لو جه وراها اي او اي او اي او 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 يو ايو يعني اوكي ايو هي دي لو جت ايو ننطق الار ما جتش ايو ما ننطقش الار اوكي تمام بيتا الار بتبقى متعلقه خالص بيتا بايبر ده اسم بني ادم لا واسم بيتر ده اصلا منتشر في مصر قوي بس بيتقال بيتر يا لا بيتر بيتر, بيتر والله عايز اقول في وان اوف ماي ستودنتس كان بيكتب اسمه بي اي اي تي اي ار هو عشان اهله يا عيني عشان بيقولوا له بيتر بس هو مفيش غلط في الحكايه هي انا بالنسبه لي مش شايفه انه احنا عندنا ازمه حقيقيه في ان احنا ابتدينا نعتبر اللي بينطق حلو ده اولا لا خطير يعني الله صاحبي وحبيبي وحبه على طول اللي ما بينطقش انت مصري بقى فانا ايه هبعد ليه يا جماعه ما احنا كلنا مصريين وكلنا اتعلمنا في مدارس عربيه ومصريه وحكوميه بس المشكله ان احنا متعلمناش اكتر عنده باشن ان هو يعرف اكتر ده بيتقال ازاي انا كنت بتفرج على بلوجر عراقيه مش عارفه هي مش مشهوره قوي غير للناس بتاعت الدول الخليج اسمها مرمر البلوجر دي طبعا كلنا عارفين ان العراق لحد فتره صدام مكان مانع الانجليزي في المدارس يعني اصلا ما عندهمش اللغه الانجليزيه دي في المدارس زيها زي سوريا برضو ما كانش فيها انجليزي لا في مدارس ولا جامعات حتى الطب والهندسه بيدرسوه بالعربي فهي كانت الاكسنت بتاعتها خطيره لما بتطلع تتكلم وهي كانت ابتدت بقى تسافر وكده فالناس كانت تسالها انت ازاي متربيه في مدارس في العراق وانت الاكسنت بتاعتك عامله كده كانت اجابتها ان هي يا جماعه انا اتعلمت الانجليزي لوحدي اجتهاد شخصي من الافلام بقت تشغل الافلام وتحفظ الكلام وتقرا الترجمه انت بقى على الكلام ده 100% هاي فيرتشوال هاي فايف تاني بس هي كانت بتقول كده اولا دي ده ليه صدام عمل كده بغض النظر عن السياسه مش هنتكلم في السياسه خالص خالص اجان ليه عمل كده احتفاظا بالهويه زي ما احنا محمد علي قفل علينا مصر
وقال محدش هياخد حاجه من اي حته ومش هنستورد ولا اي حاجه، احنا كلنا هنعمله هنا في مصر. دي الهويه دي بتحصل ازاي؟ لما بنوحد جهه التعليم في البلد كلها، نبقى كل مصر مدارس حكوميه ويبقى عندنا لانجويج سنترز مختلفه، اللي عايز يخلي اولاده يتعلموا انجليزي يتعلموا فرنساوي يتعلموا، لا بنتكلم بالعربي. عمرك شفتي اتنين انجليز؟ وده بابايا يعني حبيبي دكتور علي عبد الهادي، حابه اقول له هاي هو مامي في الحته دي. اه بالظبط، لانه بابي دايما كان وانا صغيره يتخانق معايا، انت ليه بتتخانقي معايا بالانجلش؟ اوكي لا كلميني بالعربي. انت عمرك شفتي اتنين انجليز بيتخانقوا بالعربي في 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 بريطانيا؟ عمرها ما حصلت. بس جمانة ده ما بقاش بيحصل، خلينا واقعيين في البيوت. انا دلوقتي بقيت انزل، تنزلي بقى الكيد ستيشن مثلا او تنزلي في نوادي او كده، تلاقي الامهات والاطفال لو ابني يتكلم عربي ده بلدي يعني ده بيئه وده مش ده في مدارس 100%. طب جمانة انت شخصيا بتتكلمي عربي وانجليزي في بعض، ده خطا مني انا بعتذر عنه. بس انا يعني من كتر ما بدرس فدماغي طول الوقت بيكلم بالانجليزي عدد ساعات اكبر. بتفكري بالانجليزي حبيبتي، ودي حاجه حقيقيه ان احنا عندنا طرق التفكير باللغه الانجليزيه غير باللغه العربيه. فلو واحد ده ايه بقى اللي انت بتقوليه ده؟ هي الموضوع ملوش علاقه بترجمه كلمات، بمعنى انا لما بفكر باللغه العربيه معظم جملنا في اللغه العربيه بتبدا بالفعل، جمل فعليه، في جمل خبريه، بس احنا معظمها بالفعل باللغه بنبدا بالفعل. فاحنا ده معناه ان احنا هدفنا الاساسي في المعلومه ان احنا نعرف الحاجه اتعملت ولا لا. فدايما كل المصريين تساليهم انا اللي شايل الشغل كله على ظهري ومحدش حاسس بيا، مجهودي بيضيع، انا الوحيد ليه؟ لان في الاخر الهدف ايه؟ الفعل مش الفاعل. ايوه صح. في اللغه الانجليزيه الهدف الفاعل واي حاجه تانية بعد كده بعد بتكمل كده. فاعل وبعدين عمل ايه. فدايما تفكيري هيبقى حتى في حل المشكله لو انا فكرت باللغه العربيه فالمشكله وحلي للمشكله هيوجهني اكتر للاكشن للفعل. صح. لكن لو فكرت بالانجليزيه هروح للفاعل نفسه للفاعل. لو كلمنا بقى في الفرنسي لما تبقى عندك كمان حاجات قبل الفعل ما بين الفاعل والفعل، احنا بنتكلم في لغه تانية يعني لغه اخرى زي الاسباني، الفعل بيلزق في كلمه في اخر حاجه السافكسز. بغض النظر عن اللغات قد ايه طريقه تفكيري في كل لغه بيختلف عن اللغه الثانيه. ليه بقى؟ لان ده لغه دي طريقه تفكير. صح. احنا عقلنا ليه مش فيرتيكال؟ مش احنا شكل المخ بيبقى عامل لاينز كده جوه بعضها؟ ليه؟ لان الفكره بتوصل لفكره بتوصل لفكره بتوصل لفكره. لو هو كده الفكره وقفت فمش هيبقى في تطور لغوي. صح. اكيد. صح. وما الى غير ذلك. طيب جمانة انت عامله مبادره لطيفه قوي اسمها فروم اي تو زد. وفي ناس تقول فروم اي تو زي، ما اعرفش ان هي زي امريكان وزد بريتش، وبالرغم ان انا اكتر حاجه بحبها بريتش ساعات بقعد اقولها زي عشان ادلع الزد. عادي بحسها دلع. انت تحسي زي دي فعلا بتدلع اللاترن. طيب ايه هي المبادره، بتتكلم عن ايه وليه جت في دماغك المبادره دي؟ هي الفكره كلها زي ما بكلمك، هو تكمله اللي احنا بنتكلم فيه، عندي مشكله غير طبيعيه. كنت بشتغل في جامعه ما، ما اعرفش ينفع اقولها اقول اسمها ولا لا، بس بغض النظر ما جامعه خاصه ما من الجامعات من حوالي من عدد سنين معينه. وكنت مسؤوله عن دخول الطلاب في الجامعه من خلال اختبار اللغه الانجليزيه. كنت بشوف اهالي بيعيطوا وبيغمى عليهم وباعوا اراضيهم عشان يدخلوا اولادهم الجامعه، بس الولاد مع ان مجموعهم كبير ما بيخشوش الجامعه لمجرد ان الانجليزي بتاعهم مش كويس. ما هو دي حاجه، لان الجامعه اوريدي بتدرس باللغه الانجليزيه. فالولد هيتعب لو دخل وهو الليفل بتاعه اقل من ليفل معين. فابتديت هنا بقى انا في مره ام معينه عيطتني، طلعت بره الروم قعدت اعيط. كان قبل بقى ما فكره ان السوشيال ميديا يبقى كل حاجه عليها، الكلام ده من سنين يعني، من سنين كتير. اوكي. عملت ايه؟ انا قلت لا انا عايزه اوصل للناس، انا مش عايزه فرق ما بين شخص وشخص في دخولهم او ان هم يبقوا اكفاء ويبقوا بياخدوا بيشتغلوا في مهنه معينه او غيره يبقى ليه علاقه باللغه الانجليزيه. فيلا نعلم الناس كلها. انا نفسي وحلمي كله كان في اني اعلم الناس واوصل للناس كلها في اللغه الانجليزيه. يلا هنبدا بايه؟ بحروف كل الناس عايزه تنطقها. صح. بعمل فيديوهات ليها علاقه بالجرامر وباللانجوج وازاي اركب الجمله وهي از ولا ار والحاجات اللي اتكلمنا فيها من الفتره دي. بس اجان الناس اهتمامها اكتر ازاي اتنطط على حواليا واحسسهم ان انا بعرف اتكلم انجليزي. ودي ازمه عندنا احنا كعرب.
لانك لو بتتكلمي مع شخص بريطاني لو قلتي له اي ويل بريبير ماي بيبرز فهمك اتبسط. اه ما هو مش فارق معايا انت نطقتيها ازاي صح، طول ما هو انا فاهم انت بتقولي ايه ما عنديش مشكله. لكن بقى فكره I'll prepare my papers دي رايحه لايه؟ اه ده كذا. او لو اتكلمنا في الامريكان مثلا فبدل ما اقول كوميونيتي اقولها كوميونيتي، ابدا اتكلم بقى بالتي والدي واحاول والعب. دي كلها حاجات احنا بنعملها على بعض. طب جمانة انت عملت ايه بقى في المبادره نفسها؟ المبادره كان اساسها ان انا اعمل فيديوز اعلم بيها الناس ازاي ينطقوا الصح. احنا كعرب ومصريين بنتلخبط ما بين ايه وايه، البي والبي. طيب الب هنطقها ازاي؟ ب ب هنطقها بان انا اقفل شفايفي على بعض من غير هواء. انت قلت لنا اه. طب في ناس لسه بتطلع هواء، هعمل ايه؟ اقفل فكك ب ب دان. طيب ايه تاني؟ في سي اتش واس اتش. يلا نلعب بقى. يلا بينا. انت جيتي لي يعني. ودي برضو عند ناس كتير مشكله برضو. بس قبل ما نبتدي اللعب انا عايز اعرف انت وانت بتبتدي المبادره دي زي ما قلتي كده انت في ام هي اللي خلت عندك السنس بتاع اللي هو انا لازم ابتدي احاول اعمل حاجه. بالزبط. طيب هل انت في الوقت ده اكيد حطيتي اهداف معينه قدام عينك؟ انا عايزه اوصل لكذا وكذا وكذا. بالزبط. بنسبه قد ايه انت وصلتي للاهداف اللي انت كنت بتسعي لها ولسه نفسك في ايه كمان جوه المبادره دي؟ هي الفكره بدات في ان انا ازاي اتحرك. يعني هبداها من ازاي اتحرك اني اعمل بقى فيديوز، لان ده حاجه مش سهله ان حد يبقى بيفتح حياته وشخصه وشكله للناس. فدي حاجه مش سهله خالص. بدات بانه جوزي شريف اسماعيل كان كنت قاعده اقول له سلام عليه وبنوجه له تحيه. مش هتعدي عادي. احنا كنا يعني اصلا كنت محضره السؤال ده بعد ما نخلص الاس والاتش والحاجات دي كلها. طبعا بنمسي عليه وهو كان ضيفنا في عيش سعيد في حلقه من الحلقات. الفنان الجميل العبقري الخطير اللي عنده موهبه جامده جدا واكيد هينورنا تاني. احنا خدنا منه وعد ان هو ينورنا تاني. اكيد هو بيحبكم جدا كمان. واحنا جدا والله. هو شريف كان لسه منزل اغنيه اسمها كتبوا كتابك وكانت منتشرة جدا، وكان لسه فكرة اللايف طلع على الفيسبوك. أول يوم نفس اليوم أول يوم قعدت أقوله شريف يلا تعمل فيديو بتاع ونعمل كده ونغني كتبوا كتابك. أي طب ما تعملي أنت، مش أنت بقيك ست سنين عمالة تقولي أنا عايزة أعمل فيديوهات أعلم الناس. طب ما أنت يلا. قلت له طب لو أنت عملت، إحنا دايما التحدي جزء من علاقتنا. هو قال لي قبل كده. أيوة بالظبط. فقلت له خلاص لو عملت كذا أنا هعمل كذا. وبدأت لقيت فجأة الفيديوز اللي 2000 شخص بالنسبة لي طبعا في الأول. 2000 ده رقم شخص. لا طبعا رقم كبير. رقم كبير قوي. فيديو التاني وصل 10,000، اللي بعده 50، بعد كده لقيت نفسي بوصل بالفيوز لمليون و800 ألف. بقيت ايه ده يا جماعة؟ ده بجد. ده بجد. أنا بوصل للناس. أنا هدفي. أنا مؤثرة بجد. أنا مش فارق لي أنا هبقى إيه. أكتر من إنه يبقى فعلا بيوصل للناس. يعني أكتر حاجة فارقة لي إنه الناس يعني بجد تتبسط وتتعلم. وساعات بقعد امثل واعمل مش عارف ايه وهزر، بس هدفي انه بجد الناس تعرف بطريقه سهله يتعلم. انا لو حد قال لي هعلمك ايطالي بطريقه سهله بالعربي هتبسط جدا طبعا. يعني فاهمه قصدي؟ هم اصلا بقى دلوقتي كمان في بيج كده على الانستغرام بتاخد فنان في اي لقطه كده. أيوة بيتكلم انجلش وتقعد تحلل وتقول الجرامر بتاعه ايه والفوكاب ايه. بس انا بحس يعني بتكسف قوي يعني ليه؟ بصي يعني انا الشخص نفسه ما عنديش اي اعتراض عليه لان هو شخص محترم جدا اللي عامل الحكايه دي. هو اصلا ما بيبانش هو مين وهو انا عارفه يعني شفته ورقبت وشفت حاجات بتاعته كتير ورقبتها كتير. معظم الكومنتس اللي هو بيقولها بتبقى فعلا حقيقيه. بس هرجع اقول هو من حقه انه يعمل ده لسبب، لان ومن حقه يعمل ده لأي شخص مؤثر. لأن أنا كبني آدم قررت أن أنا هفتح حياتي للناس. عشان كده كنت بقولك فكرة أنك تفتحي حياتك للمجتمع مش حاجة سهلة. أن الناس يعترضوا أو ينتقدوا أو غير ذلك. بعدها انضميت لمؤسسة تعلمني. ودي مؤسسة غير حكومية. المؤسسة دي بتهدف دايما لتغيير التعليم في مصر بهدف تحسينه. أنا ضد فكرة التغيير لأنه ممكن تغيير مش شرط يبقى البازل يعني بشكل إيجابي. عملنا اتفاقية مع منظمة تانية في بريطانيا اسمها Education Development Trust. هي من أهم وأكبر المنظمات في بريطانيا اللي بتهدف للتأثير وتمكين المدرسين. وابتدينا نشتغل فيها على وابتديت أوصل لحلمي أكتر
ان احنا بنعلم او مش بنعلم، احنا بندرب وبنتدرب مع موجهين اللغه الانجليزيه في المدارس الحكوميه حلوة على كيفيه توجيه المدرس وتمكينه بادوات، وده مهم جدا. هي بتبتدي من المدرس، هو ده المؤثر اللي انا شايفاه قدامي، وده الرول موديل اللي انا باخد منه المعلومه، فده مهم قوي. يعني انت مش متخيله لينا استاذه هاله اللي هي كانت المسؤوله عن الموجهين في محافظه الجيزه، كانت مبسوطه قد ايه ودعمت قد ايه الشغل ده، والمدرسين كتير زي استاذه منار واستاذه منال مصطفى. لو شفتي الناس دي وهي بتبعت الفويس مسجز والفيديوهات بتاعه الطلاب اللي اتطوروا قد ايه واتطوروا لمجرد ان طرق التوجيه اختلفت ومكنت المدرس في المدارس. احنا كنا بننزل في زيارات في مدارس في محافظات زي الجيزه وبني سويف والمنيا، ومكملين ان شاء الله في اسكندريه الخطوه الجايه. حلو قوي بجد، فارق جدا 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 مع المدرسين ومع المواجهين، لان المدرس عايز يتمكن صح، بس هو مش عارف ازاي. صح. طيب احنا هنلعب لعبه بما ان الوقت ضيق جدا، وانا والله لو علينا نبتدي نقعد نرحرح اكتر من كده. نرحرح بالانجلش يعني ايه؟ صحيح الام في غت ايز. اوكي ماشي تمام. يعني ايه اللي حصل؟ طيب. قلت ايه يا حبيبتي؟ كلمه كده قبل ما اشوفها في الاعاده اقرب حاجه، بس في اتيز يعني تبقى مرتاح كده تفك نفسك كده. عارفه هو هي بالظبط اللي قالته من شويه، اللي هو لما المدرس يعلم نفس اللي هيعلمه للطلبه ده هو ده اللي هياخده بالظبط. فاكره فيلم عسل اسود لما قالت لها ابله ميرفت بيراولك؟ ايوه كتير مغلق عشان بيتصلح. فعلا حاجه من الحاجات اللي الطلاب كانت واخده الطريقه اللي هي بتقول بيها التيتشر. أيوة بالظبط، هي نفس الطريقه بينسخوها. كلام سهى 100% مظبوط. في زياره من الزيارات اللي مريت بيها في مدرسه مدارس الولد نطق صح، فالمدرسه قالت له لا اسمها نيفر، هو قال نيفر، قالت له لا نيفر، لان هي اتعلمت. هي مش هي الوحشه. ايوه او صح. مش هي عندها صح. هي ما عندهاش مشكله، هي اتعودت تنطقها كده من المدرسه بتاعتها. طيب يلا بينا. يلا دلوقتي احنا هنقول لك كده كام مصطلح وانت تقولها لنا ازاي نحولها للانجليش. طبعا حاجات لذيذه، الحاجات المصريه اللي احنا بنقولها في حياتنا اليوميه دي. بس الطلعه دي عليا. يلا اتس اون مي. بس كده ماي تريت. اتس اون مي ماي تريت، يعني ما حدش هيدفع حاجه، انا اللي قايم بالموضوع ده. طيب ما تحورش عليا. Don't play a song dance. ما تعزفش وتلحن وتسمع وتغني على نفسك يعني ترقص على الاستاذه قالت. طيب طباخ السم بيدوقوا. You need to taste your own medicine. اوكي. او يا يلا الغزاله رايقه. I'm a peaceful mind with a peaceful mind. And دلوقتي I'm enjoying peaceful mind. يعني غزالتي رايقه قوي زي دلوقتي بالظبط. خرجوا نفسكم من حياتنا. Keep your noses on your faces. ما تدخلوش مناخيركم في حياة حد. Keep them on your faces. اوكي. ما تزتش. هي دي اللي هي don't make. امال انا قلت ايه؟ don't make a song and dance. الثانية كانت ايه؟ دي كانت ما تحورش. لا ما تحورش. drop the act. اوكي. انا افتكرتها ما تزتش. ما تحورش؟ drop the act. خلاص بقى يعني فاهمينك وخبزينك يعني طبخينه سوا كده بالظبط. أوكي. طيب والله انا حاسه ان احنا لو دخلنا في الامثال الشعبيه هتمشي معانا عادي. ايه اللي بالقدره على فمها؟ ايه في القدره على فمها؟ ده ناس كتيره قوي بتسالني عليها وما عرفتهاش بصراحه. طب ايه اطول؟ بس هي ممكن اقرب حاجه ليها لايك ماذر لايك دوتر. دي اللي احنا بنحطها في الكابشنز على انستغرام يعني. طب ايه اطول كلمه في اللغه الانجليزيه؟ في اثنين، في واحده 45 حرف. اوه 45. هي كده اسمها نيمونو الترا مايكروسكوبيك سيليكو فولكانيك نيوسيس. دي كلها كلمة واحدة بس انا مقسماها عشان دي معناها ايه؟ ده مرض في اللونجز. وعلى فكرة حلوة قوي الكلمة، حلوة قوي 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 السؤال ده لينا. قوي لا بيج بامبين هارت. ليه بقى؟ احنا عندنا مشكلة في ازاي ننطق الكلمات الطويلة. احنا كنا زمان بنعمل ايه؟ بنقسمها. وده الصح. احنا كنا بنقسمها ساعات لسيلابلز اللي هي الاجزاء اللي فيها حروف اي او اي او ايو. اي او اي او ايو. خلاص بيتهيألي عرفوها. لكن الكلمة دي نيومونو مايكروس. ازاي بنقسم بقى لو كلمة طويلة ازاي ننطقها؟ يعني هل احنا كنا زمان بنقسمها؟ انت شايف ان احنا نقسمها ولا في طريقة تانية ننطقها بيها؟ اسهل طريقه ان احنا نقسمها. ولو عايز اعرف معنى كلمه طويله
سمعتها لاول مره هدور على الاوريجن باني اشيل حاجات من الاول وفي الاخر او زي في النص ايه اللي في النص او ايه اللي ممكن تطلع في الاخر او ممكن زي كلمه طويله ثانيه سوبر كاليفراجيليستيك اكسبياليدوشس الكلمه دي كلها ظهرت في فيلم بتاع اسمه ماري بوبينز عارفينه اللي هي في ست بتنزل من السماء كده وبتبقى ماشيه ماسكه امبريلا كده في ايديها لا anyway هو ظهرت الكلمه دي من فيلم هي عايزه تقول انها حاجه سوبر دوبر يعني خطيره فبدات بسوبر كاليفراجيليستيك اكسبياليدوشس بقيتها اي يعني بقيتها حاجات كمالات كلمه اوكي بس ال- 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 الجوهر الكلمه او لو حد عايز يعرف معناها هيجيبها من من نص او من او بس معظمها بس سوبر اظن في الاول كانت في الاول بس في كلمات بتبقى في الاول في كلمات في النص في كلمات بتبقى الاوريجن في الاخر طب هعمل ايه لو شفت كلمه بتبدا ببري pre-prepared يبقى pre دي هي حاجة جاية قبل معناها انه حدث قبل حاجة معينة pre-prepared يعني انا مستعد من قبل كده لو كلمة جات في الاخر او مثلا كلمات معينة معناها ضد زي unlike like unlike dislike صح يعني كل دي وكل واحدة فيهم ليها اتجاه معين وطبعا الانجليش عامة لي يعني الدكتور ليه مصطلحاته اللي لما يجي يتعلم هيتعلم في الحته دي المحامي فيه مصطلحات قانونيه طبعاً. لازم عشان تتعلم انجليش يخص شغلك كمحامي لازم تتعلم بطريقه معينه كل شغلانه وليها المصطلحات الانجليش اللي مش لازم انت تبقى عارفها وشخص عادي ملم بكل الحاجات اللي تخص دي اللي الناس بتشتغل في الماركتنج غيره فطبعا جمانة نورتينا ونورك حبيبتي وبجد فعلا بسطت الموضوع never too late صح؟ never too late ممكن أي حد يتعلم الإنجليش في أي وقت حتى لو سنه كبر وعادي يقدر يظبط كل الحاجات اللي كان فاهمة غلط نورتينا يا جمانة وشكرا وعلمتينا يعني بتينا كده زي tips and tricks إزاي إن الواحد يبقى يعرف ينطق صح وإنه تمام أنا في حاجات أصلا أنت بتقوليها أول مرة أعرفها في حياتي ما خدناهاش في المدارس ممكن بس في الكلاس بس خلاص بقى كلاس بقى كان يعني نفسي طبعا نلعب لعب معينه احنا يعني ما لحقناش بس المره الجايه ان شاء الله الحمد لله ربنا سترها علينا انا حسيت سؤال هو ده ستر من عند ربنا فالحمد لله ان هي عدت على صورتينا يا جماعه يا رب تكونوا يعني اتبسطتوا معانا بحلقه النهارده احنا اتبسطنا جدا يا رب كمان تكونوا انتوا اتبسطتوا واستفدتوا ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من عيش سعيد باي باي باي